الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأولى. والضيفة ديالنا اليوم هي السيدة عائشة الشنة، فاعلة جمعوية، رئيسة ومؤسسة لجمعية التضامن النسوي. السيدة عائشة الشنة معروفة على الصعيد الوطني والدولي، وكان تشرفوا اليوم في ضيف الأولى أننا نستضفوها، وكنا غادي نستضفوها يوم 7 مارس لكي يصادف لغدا 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ولكن لظروف تم تأجيل هذه الحلقة، واليوم احنا مسرورين أنها تكون معنا السيدة عائشة الشنة. مرحبا بك لالة الشنة. شكرا على حسن الضيافة، وشكرا الحضور الكريم اللي واخا الليل واخا معطل جاو حضروا. هذه كتبين بأن المغاربة قلبهم مع القضايا ديالهم، كنأمن بهم وإن شاء الله يكون الخير في البلاد. شكرا لالة عائشة الشنة. أيضا معنا تساعدني اليوم في تنشيط هذه الحلقة ومحاورة للا عائشة الشنة، الصحفية الشابة والمتألقة الأستاذة هدى السحلي، صحفية بجريدة وبمؤسسة آخر بالمجموعة الإعلامية آخر ساعة. مرحبا بك أستاذة السحلي. مرحبا بك زميلتي جيني، شكرا على الاستضافة وشكرا للا عائشة على الحضور. يمكن أسبق لك حاورتي سيدة الشنة؟ تماما. هذه سنة. دونك دوزنا 3 ايام ولا 4 ايام في تونس. نعم. وهضرنا بزاف وشفنا بزاف وجاوبنا بزاف. نعم. غادي نتكلموا على هادشي كلشي، وغادي نتكلموا على الجمعيه ديالك السيده الشنة اللي ماشي بها تعرفتي اكثر، ولكن انت كنتي فاعله جمعويه قبل ما تاسسي جمعيه التضامن النسوي. ولكن جمعيه التضامن النسوي سوليداريتي فيمينين هي اللي عطات لكم واحد الاشعاع، وحتى انتم ساهمتوا باش تعطيو الاشعاع لواحد الموضوع اللي كان من الطابوهات في المغرب ما كنتكلموش عليه بزاف، ديال المشكل ديال الامهات العازبات والاطفال اللي كيسمعوا فيهم الاباء ديالهم الى اخره. مشكل ماشي سهل. انا وحنا كنهيئوا هذه الحلقه لالا الشنة قلت لك بانه ولو انك انتما وجه اعلامي وكتحضري دائما في بلاطوهات التلفزيونات والجرائد، ولكن المشكل مازال خصنا نزيدو نتكلموا. مازال مطروح. اللي بغيت نقول للساده اللي كيشوفونا وكيسمعونا بان مؤسسة جمعية التضامن النسوي في عام 1985، ومعروفة كيقولوا راه كدافع على الأمهات العازبات وعلى الأطفال اللي كيتولدوا خارج إطار الزواج. خص الناس يعرفوا بأن عندي 57 سنة تطوع، في عمري 76 عام، ومن 76 عام كاينة 57 سنة ديال التطوع. شفت العجب في المجتمع المغربي وما كنتش فاهمة. أنا شفت الأطفال المتخلى عنهم وما كنتش فاهمة. إلا سمحتي لالا الشنة، أنا عارف قلبك عامر قلبي عامر وبغيت نفرغوها على المغاربة، لأن كيظهر لي بأن بحالي للناس اللي خصهم يسمعونا وخصهم يسروا أمورنا ويشوفوا لهاد البلاد، يرحموا هاد البلاد ورحموا هاد الامهات. واخا غادي نتكلموا على لالا الشنة على هادشي كلشي، خليني بعد غير نقدمك يمكن للجمهور. واخا انت معروفه كاسم عائشة الشنة والوجه ديالك معروف تبارك الله عليك، انا بعدا نقول لك انا كان بعض المرات كنستضف سياسيين، وبعض المرات دائما كان قبل ما يجيو عندي الحلقه كنتلقى مكالمات او رسائل في الفيسبوك كيقول لك علاش جبت هذا، ما خصكش تجيب هذا. المهم الحمد لله انت عليك اجماع على لالا الشنة، هذا هو. ما حتى شي واحد ما قال لي علاش جبتها، كلشي قالوا تبارك الله عليك. قدرة الله اللي مسخرني الحمد لله. دونك الا بغيتي يا سيده الشنة نذكر الساده المشاهدين بعض التواريخ مهمه. هي كلشي الحياه ديالك مهمه لالا الشنة، ولكن يمكن نذكر بانما تخلقتي في عام 1941 بمدينه الدار البيضاء في عمرك 76 عام، الله يطول لك في العمر باش تزيدي تستمري في المهمه ديالك النبيله. بديتي في نهايه الخمسينات في 59 في الاعمال التطوعيه في جمعيه حمايه الطفوله في العصبه المغربيه لمحاربه داء السل. في بدايه الستينات بديتي مهنه التمريض، حتى ممرضه في مدرسه الدوله للممرضات. من 62 حتى 1980 خدمتي كمساعده اجتماعيه في القطاع العام، ممرضه وناشطه في التربيه الصحيه والمدرسيه. في عام 1972 التحقتي بالاتحاد النسائي المغربي العام، يعني كنتي ناشطه. وفي عام 1985 عاد يلا اسستي جمعيه التضامن النسوي، يعني انت تبارك الله عليك العمر ديالك كان حافل بالعمل الجمعوي التطوعي. غادي نقول لك يعني من بعد التأسيس ديالك والعمل ديالك في هذه الجمعيه
الحمد لله تلقيتي يعني جوائز وأوسمة على المستوى الوطني والخارجي. في عام 1995 توصلتي بوسام الاستحقاق من الجمهورية الفرنسية، ويمكن العام 2000 كانت يعني لا كونسيكراسيون كما يقولوا، الميدالية الفخرية ديال جلالة الملك محمد السادس اللي توصلتي بها. 2009 توصلتي بجائزة أوبوس وكافؤك على المسيرة النضالية الكاملة ديالك، إلى جوائز كبيرة ما غاديش ما عنديش الوقت. هذه كتساوي جائزة نوبل بحد ذاتها فيها مليون دولار. عطاولك مليون دولار. ولكن ماشي لجيبي أنا، للجمعية. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إذا هذا الشيء باش نقول بأنما تبارك الله عليك يعني. وخرج جوائز أخرى مهمة منها. ولكن ما عندناش الوقت نذكر هذا الشيء، اللي بغيت نقول جوائز كثيرة وكثيرة. 76 سنة، 57 عام ديال التطوع، و 32 سنة يلا في التضامن النسوي. انا اليوم الى جبتك على العائشه الشنا باش نتكلموا على النضال ديالك، على المواضيع اللي كتشتغلي عليها، امهات العازبات وغيرهم. ولكن انا باغي اليوم الى نخرجوا من هذه الحلقه، الناس اللي كيتفرجونا يمكن تلهميهم ويستهلموا بهاد التجربه ديالك وبهاد النموذج ديالك، وتلاحظ تكوني قدوه ان الشعب ديالنا تبارك الله عليه، ولو انه بزاف ديال الناس كيبغيو يساهموا في العمل التطوعي يديروا الخير، لحضر نساء اخريات وكاينين انهم حتى هما ورجال حتى هما على شلة اننا نطوعوا باش نساهموا في التقدم ديال بلادنا، كل على كل في الموقع ديالو. سؤال اولا سؤالين، غير بغيت نشوف الراي ديالك في بعض القضايا الانيه، كيستيون داكتواليتي مدام شنا في اخبارك. سي عبد الإله ميكان هو اللي كان مكلف بتشكيل الحكومة، نديرو شوية السياسة ولو أننا نتكلموا على العمل الجمعوي. ومن بعد يعني جلالة الملك كلف تشكيل الحكومة السي سعد الدين العثماني، ودابا كل شيء يقول بأنه راه يمكن غدا غادي تكون الحكومة الجديدة. يعني سعد الدين العثماني، عبد الإله بن كيران، عائشة الشنا، كيفاش كتشوف؟ أنا كاين واحد الحاجة اللي كنتيق بها في هذا البلاد، كاين أمير المؤمنين جلالة الملك اللي ضامن، اللي كيضمن وكيجمع الشمل، يكون سعد الدين بن كيران ولا غيره. أنا بالنسبة لي مهما سماه جلالة الملك رئيس الحكومة، أنا كنخدم مع الألوان السياسية كلها. الفرق اللي غادي يكون يمكن يكون واحد الطريف ديال الفرق، لأن سعد الدين العثماني بسيكياتر، والإنسان اللي كيكون بسيكياتر كيعرف الآلام ديال الإنسان، وأنا عرفته ملي كان بسيكياتر باقي مع في المستشفى ديال الدار البيضاء. لان ملي كنقول لك 57 عام، راه كنقولها باش كنقول الشباب اللي حاضر معنا، راه ماشي غير اجي وقول كنخدم شي حاجه، راه كطلب الوقت وكطلب بزاف من الشاهدين على التاريخ، منهم نيت سي العثماني، لان شافوني والبروفيسور مساوي ماشي بعيد دار الشهاده في هذه الاذاعه الوطنيه ديال الدار البيضاء، بكيت دموع ديال الدم انا على الاطفال المتخلفين. اذا سعد الدين العثماني كتعرفي هذه السنين؟ اون تونت بسيكياتر بيان سور كنعرفهم، اللي كان باقي بسيكياتر ما عنديش شي معرفه زعما كبيره بزاف، لان ماشي هو اللي قابلني لقتال اللي كنت كندير انهيارات عصبيه خطيره من اجل قضيه الطفل المتخلى عنه. ما يمكنلكش تسمع شنو سمعت وشنو عانيت من هذه القضيه، واللي كيقول كتشجع الفساد، واللي كيقول غادي نتكلموا في هذا الشيء. غير الحكومه اللي غادي تكون غدا تشكل ان شاء الله، لا غير بشرط بشرط تصنت المجتمع المدني اش كيقول لها. حنا اللي في الارض كنعيشوا المشاكل مع الناس، يتصنتوا لنا. حنا ما غاديش نديروا السياسه السياسويه اللي هي الواجب ديالهم، وما كيعرفوا يديروها، ولكن حنا كنقول لهم ها المشاكل اللي كيتعرضوا لها المغاربه، وحلوا معنا هذه المشاكل وتصنتوا لنا بصدر رحب. راه ما كنتسنى والو. الحكومه القديمه اللي سي ديال سي عبد الإله بن كيران كانوا كيتصنتوا لكم انتم مجتمع مدني بما فيه الكفايه او لا؟ لا اش غادي نقول لك؟ لا باش ناخذوا التجربه باش نزيدوا القدام، يعني باش الوزراء اللي جايين يسمعوا لك. انا تعرض لي شي جوج المرات ولا ثلاثه المرات مشيت للبرلمان المغربي، وكيف ما القاعده هضرتي صريحه وكنقولها، يعني كيف ما خصني نقولها، ما كنبقاش نشوف شكون كيسمع ولا شكون اللي ما كيسمعش. كاينه واحد الحقيقه متقله عليا في قلبي كانسانه، كامراه مغربيه، كام، كنهضر على المشاكل اللي شفت. هضرت على الخادمات، هضرت على الاطفال المتخلى عنهم، معهم نيت مع الحكومه القديمه، معهم. شوف واحد النوبه كنت صيفطت
وهذه كانت امانه صيفطتها مع السيده الوزيره بسمه الحقاوي، كنت لقيت بها في هولندا. قلت لها الله يرحم لك الوالدين، لما تمشي تقولي السي عبد الاله بن كيران قالت ليك مدام الشنا، قوليها لي، كتسلم عليك مدام الشنا وكتقول لك التاريخ كيشهد عليك ودستي في الحكومه، ولا تقول مع راسك راه غادي تفلت حيت واحد النهار غادي تدوز الحكومه شي حد اخر، غادي تحاسب على ديك 4 ولا 5 سنين شنو درتي في هذا البلاد. وهاد الاطفال هادو غادي تولي عندهم 20 عام وغادي يجيو يحطوك امام المحكمه ديال البلاد. كاين المحكمه ديال الله هذيك وحده، ولكن كاين القانون في البلاد بان حكومتك ما حماتهمش باش عرفوا شكون والديهم، ما حماتهمش باش يبقى مع عمو، ما يعني ما صبرتهمش الاسم مستعار ديال الاب عباد الله. واش كاين شي واحد اللي كيتولد باسم مستعار وباه كيحنقز النهار كله ويجري في الشوارع ديال المغرب وباه موجود وتقول لي لا ما نكلفش عليه؟ اذا الا بغيتي تقيمي يعني الحكومه القديمه اللي يعني المنتهيه ولايتها واللي تراسها السي عبد الاله بن كيران في العمل اللي كتقومي به، واش يعني كان تجاوب؟ ما داروا شي حاجه، ماشي ما داروا شيء باش يديروا اسم في الحاله المدنيه اسم مستعار ديال الاب راه احسن من اكس. شوف الاسبوع اللي فات كنت في الجامعه، جامعه ديال الدار البيضاء اللي في طريق جديده، غير باش نقول لك، وكانت القاعه لانفي عمر حتى لهنايا، وكانوا معايا بزاف ديال الطلبه، ولكن واحد البنت في وسط منهم كتشوف فيها وديك الشوفه ديالها غريبه، وانا كنشوف هاد البنت هادي الشوفه ديالها كي دايره وعلاش كتشوف فيها، بغيت غير نفهم واش محبه واش اعجاب ولا بالعكس كره ولا ما عرف شنو. شويه تجي لعندي وراتني لا كارت ناسيونال وقلبتها، قالت لي اقراي، تحنيت هكا قلت لها كتبه رقيقه عليا بنيتي قراي لي انا ما شفتهاش. قالت لي واش شتي بلاصه الاب كاين اكس وبلاصه الام كاين اكس، وانا عندي جائزه في الحقوق، اجازه 8 سنين هذه وانا عندي اجازه في الحقوق وما قدرش نخدم على ود هاد اكس وهاد اكس. غير هادي راه كطيح من النص، وكنقول راه باقي ما درنا والو في هاد العمل هذا، لان كنتمنى على ربي باش تعاود ترجع لي هاد البنت فين ما كانت ترجع لي للجمعيه، لان خصها تقدم طلب للمحكمه على الاقل يحيدوا هذيك اس اللهم اسم مستعار ديال باها. طيب غادي نتكلموا على هذا الشيء بالتفصيل، غادي نبداو باش الناس يفهمونا مزيان، لان كنا كما قلت في البدايه ولو انك انت وجه اعلامي معروف وكتكلمي مازال باقي الموضوع خصنا نزيدوا، لان الموضوع متعقد ومتشعب بزاف. عائشه الشنا كانت كتشتغل متطوعه فاعله جمعويه، وفي عام 1985 غادي تاسس واحد الجمعيه سميتها ماشي هذيك هي الاولى. شوف فهمينا، انا الاطفال متخلى عنهم شفتهم وانا كنتطوع باقي مع الاصبع المغربيه لحمايه الطفوله، وانا كندير تدريب في مدرسه الدولاد الممرضات وكنعترف بذنبي. شفت الاطفال متخلى عنهم وما فهمت والو، باقي انا ماشي ام باقي ما عرفتش. هادشي في الستينات. هادشي في الستينات. المهم شات ايام وجات ايام، غادي نولي ملي غادي نمشي للتنشيط التربيه الصحيه غادي نمشي للخيريات وغادي نشوف بعينيا مكتوبين في السجل ديال في الخيريه في احمد مثلا، احمد باه اكس مو اكس اسم العائله لقيط، واه بحال الا شديتيني وصرفقتيني وباقي ما غاديش نفهم. امتى غادي تجيني الفهمه الكبيره بزاف؟ في عام 1981 1981 1981 وانا يلاه داخله من عطله الولاده بحال الامهات كلهم اللي كيرضعوا ولادهم، ولدي الله عنده الشهوره، وكنمشي مع الخمسه ونص العشيه المكتب ديال المساعده الاجتماعيه كانت حدايا، كنلقى قدامها شابه على ما كيبان لي الشكل بلدي من الباديه جايه شاده وليد قد ولدي كترضعوا. ديك الساعه كانوا الامهات العازبات كيولدوا في المستشفيات، ما كيقولها لا جيبي لا لا بطاقه ولا ورقه الخلق ولا والو، كتقدر تولد بسميتها وتخلى على ولدها ولا باسم مستعار وتخلى على ولدها ولا على بنتها. هذه رضعات، رضعات المعنى ديالها ما بغاش تخلى عليه. والديها خرجوها للشارع، جات عند المساعده قالت لها شوفي الحال بارد والخمسه ونص العشيه الظلام، انا ما عندي فين نمشي بهذا الولد، غادي نضيعه غادي تكرفس
انا قال لي والدي اخر خرجي لوحيه كوليه بيعيه حطيه في الزنقه اللي بغيتي وتجيب لها به، ولكن انا كنفضل نعطيه لدار اطفال المتاخر العلم. الوقيته اللي المساعده الاجتماعيه جبدات ليها ذاك الوقت كانت باقي عندها الحق تاخذ الطفل المتاخر العلم. مساعدة اجتماعية اليوم لا، اليوم وكيل الدولة هو اللي كيتكلف بهذه العملية هذه. ملي عطاتها الورقة حطات البصمة، بصمة بصبعها بجوج، الوليد كان كيرضع. جات هذيك السيدة اللي غادي تدي لدار أطفال المتخلى عنهم، هذيك الأم غادي تجر البزولة في ولدها بواحد الطريقة معنفة بحيث الوليد كان كيرضع والمرأة فيها الحليب. طار لي الحليب على وجهه، الولد صرخ خرج من برقع عينيا. هذيك الليله ما نهزش، علاش؟ غادي نشوف ذاك الوليد اللي غادي يمشي لدار اطفال المتخلى عنهم، ما غاديش يلقى صدر امه، غادي يلقى رضاعه، غادي يلقى ناس اخرين ما كيعرفهمش. انا غادي نرضع ولدي كيف ما كان الحال، غادي نرضع ولدي، ومن تما حلفت يمينا بان هذا الشيء غادي يكون لحد، قسما بالله ربي شاهد عليا، ما كنتش عارفه لا منين غادي نبدا هذه القضيه ولا منين غادي نكملها ولا اش من وسائل غادي ندير. انا ماشي، انا غير بنت شعبيه الا بغيتي تقول، حقا متصله مع عدد ديال الجمعيات، ولكن ما ورايش ناس زعما اسره ولا حزب صحيح اللي غادي. بدينا المره الاولى طلبت باش نمشي للقسم الاجتماعي، كنمشي للقسم الاجتماعي كنطلب واحد المساعده اجتماعيه رهيبه ديك الساعه 30 عام وهي رهيبه. قلت لها عافاك بغيتك تعاونيني، راه شديت المكتب ديال المساعده الاجتماعيه فرنسا واحد مدام موليسون مشات غناخذ هذاك البوستر، عطاه لي الرئيس ديالي، بغيتك تعلميني. قالت لي علاش؟ قلت لها لان انا حلفت على الامهات وعلى هاد الاطفال اللي كيتولدوا بحال هكا. قالت لي ايه، قلت لها ايه، قالت لي والله نوريك. داتني المدينه القديمه الدار البيضاء، ايه داتني لدار السلطان. هاد السيده هادي كانت كتخدم مع امهات عازبات اللي ما كانوش صاخيين عطوا ولادهم. شفت بعيني الوليدات اللي كياكلهم الدود والتراب، شفت الوليدات كيكبروا في الكربه ديال الخضره 24 ساعه على 24 ساعه. اللي كيكبر بدا كيحبو كيربطوا لي رجلته مع الطبله ديال الفراش، وتمشي مو تفسد ولكن تجيب الفلوس تخلص المربيه، تبيع النعناع ولا الربيع ولا تخدموا ولا اللي كان، المهم تخلص مربيه. قلت ما غيجان شي ما غاديش يبقى يكون. حتى هي لقيتها قلبها طيب اكثر مني، غير هي رهيبه كانت كتخاف تهضر. قلت لها يلاه بسم الله، غادي نتلاقاو مع مساعده اجتماعيه فرنسيه مزوجه مع مغربي، حتى هي كانت في المغرب قديمه كانت اسيستونت سوسيال ومشات وعاود رجعت. قلنا لا بغينا نديروا روض الاطفال لهاد الصبيان. دقيت على الباب ديال المغاربه كاملين، لباس لي راسي اللي عنقني انت منى انت اختنا، ولكن ما عطونيش اللوكال ما عطونيش شيء. مشيت عند الرهيبات ديال اللي وحده الفيلودروم فين دشن سيدنا الفيلودروم، كاين تما دار ديال الرهيبات، طلبنا اليوم واحد المقر وعطونا المقر. وهذيك السيده اللي راجلها مغربي كانت هي وكيله ديال منظمه ارض البشر، هما مولوا لنا هذاك المركز يعني من 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 81 حتى 85. طيب عندي واحد السؤال، انا غادي نشوفوا اللي غادي نشوفوا، غادي نبداو المسيره ديال جمعيه التضامن. انا بغيت نسولك من قبل كيفاش كانت كل الامور، يعني انت بحال اللي كتكتشفي شي حاجه في بدايه الثمانينات، ولكن يعني في السبعينات في الستينات كيفاش كانت الامور عادي؟ الله يرحمه، انا شفت بعيني ملي غادي نمشي مساعده اجتماعيه غادي نمشي لدار الاطفال المتخلى عنهم، وغادي نشوف بعيني اللي كياكل هاد الدود والتراب، غنشوف الحاله فاش كانوا هذوك الصبيان، كنشوف الحيمه ديالهم كتطلع مع ديك مع الخرقه اللي كيبدلوا لهم. هنا قررنا باش نديروا واحد المجموعه ديال الناس سميناه كوميتي دو سوتيان و زونفون اباندوني، ومشينا ديك الساعه عند العميل ديال الدار البيضاء، قلنا له اودي اللهم انا ومنكر راه ها اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين، خص شي حل، المهم خص شي حل. كنشوف الراجل واخا هو عامل وفات كان جينيرال الله يرحمه مسكين، كنشوفو كيعرق وكيحمر وكيتبدل اللون،
قلت ولكن نرى الانسانيه في المخزن، غادي نبقاو شادين فيه في الحقيقه. علاش كنقول هكا؟ لان من ذاك التاريخ غادي تبدا شي ديك الكبه ديال كرة ديال لاناج ديال الجليد، كرة ديال الجليد اللي كتبقى تكبر 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 بقات هكذاك. القضية ديال الأطفال المتخلى عنهم استوعبوها البيضاء وبعد هما الأولين، ندول الأخرى حتى هما قالوا اللهم إنا هو منكر هذا الشيء ما خصوش يكون. تجات الأميرة لا جمانة ليكس أمباسادغيس سا ماجيستي في لندن وخلقت جمعية الإنصاف، وعاد ولات الحالة المادية والمعنوية ديال الأطفال المتخلى عنهم يعني تحسنت، وجا سيدنا ثاني وعاود ثاني بدا غادي نزلوا يعني. كان واحد الواقع ولكن يمكن كانوا اما كيترباو الا ترباو راه هذا، ما كان دار الايتام، كنا نسمعوا دار الايتام. لا كانت حاجه اخرى خطيره وانا كنعترف بها، لان خدمت مساعده اجتماعيه. انا مساعده اجتماعيه كانوا كيقول لي شتي انت كتعطي البيبي، حيت كنت كنقدر نعطي البيبي يتربى، غادي تبحتي وتعطي البيبي يتربى وتعطيه بالكفاله بالعقد ديال العدول. انما ملي تعطيه بالعقد ديال العدول، هادشي كانوا كيقولوا لي المساعدات الفرنسيات، انتهى العمل ديالك، خلي والديه دبر. مع شنو كانوا كيديروا المغاربه ديك الساعه؟ ما كيبغيوش ولادهم يتنعتوا بولاد الحرام، كيمشيو للمقاطعه كيمشي عند المقدم كيقول ليه المراه ولدات في الدار، شكون قابله؟ جارتها قابلتها ولا اختها، وكيحطوا الولد ولا البنت في الحاله المدنيه. امتى غادي تنوض الفضيحه؟ ملي غادي يكبروا في بعض العائلات الاولاد غادي يكبروا وغادي توقع الموت ديال الوالدين، وتقوم القضيه ديال الورثه. والناس الكبار ملي كيكون فلوس كثيره والورثه راك عرفتي تما، فاش غادي تفضح القضيه وغادي تجي سيركولير، ما عرفتش نقولها بالعربيه، سيركولير دوريه ياك دوريه، غتجي من وزاره الداخليه، غادي تكونوا المساعدات الاجتماعيات ولا بدا طلبوا من الاسر اللي كتربي تجيب لكم شهاده من المقاطعه بان عندهم حسن السيره، بان بغاو يربيو وتبعوهم حتى يحطوا الولد في الحاله المدنيه باسم مستعار ماشي الاسم العائله، يكون معزول. ملي قلنا المغاربه قال لك لا ما نشدوش شيء، الا كان غير بحال هكا ما نشدوش شيء. فاش بقاو الدراري كيتعرضوا حتى ولاو كيموتوا بالعشرات ويدخلوا بالعشرات، هنا فاش غادي نستنكروا وغادي نمشيو عند السيد العامل ديك الساعه وغادي يجيب الله تيسالينا. المغاربه واخا هكاك، المغاربه ملي كتمشي تدق عليهم خصك تزعم دق عليهم وكون صادق بالحق، ها شنو شفت، ها شنو تقدر، واش تقدر دير شي حاجه بعدا. وكل شيء كان الكرم فيهم. كل واحد السيده ما نبغيش نذكر السميات باش يبقى الاحترام للجميع، جابت 70 فراش جديده. الدراري ما بقاوش كيتربطوا، كانوا دوك اللي شويه اللي مختلفين في البدايه مربوطين في الفراش، هادشي في البدايه ديال الجمعيه. هذا الصحيح ماشي في الجمعيه ديالنا حنا في دار الاطفال المتخلى عنهم، انما حنا ملي غادي نديروا هادشي كلشي غادي يكون في هذه المده حتى ال 85 عاد غادي نديروا جمعيه تضامنية، عاد غيتبدل الامور شويه تنظم هما هذيك. انا ما غاديش نتكلم في دار الاطفال المتخلى، لا ولكن عاد غادي تبدي الناس يحلوا عينيهم على هذا المشكل. هدى السحلي معنا صحفيه مجموعه اخر ساعه. استاذة شنا، من 85 وانت كتشتغلي على الامهات العازبات او الامهات خارج اطار الزواج، عشتي المعاناه ديالهم، شفتي المغاربه كيفاش كيتعايشوا مع الامهات، كيقبلوهم كيرفضوهم. اليوم واش كيبان لك المغاربه متسامحين مع الامهات العازبات وقادرين انهم يدمجوهم داخل المجتمع؟ ما غاديش نكذب عليك ونقول لك بان الباب باقي مسدوده. الحمد لله، ولي هنا ثاني شتي راه والله ما كنحذركم، بالفضل ديال هذا الملك الشاب اللي كاين، وبالفضل ديال اسره الاعلام والمجتمع المدني، تحطوا المشاكل في الوسط، يعني ولات محطوطه في الوسط، ولينا كنهضروا عليها، ولينا كنهضروا على الام العزيبه شكون هي بعدا. خصنا نعرفوا شكون هي. راه في الاول كانوا الخادمات، راه نهار اللي هضرت على الخادمات، لان هما الاولين اللي كانوا كيجيونا امهات عزيبات، راه ما يمكن لك تصوري شنو سمعت، وها هي كتصل علينا البنات، ودابا ما بقيش لقينا الخدامات وسميتو. الله يا بنتي، ونقدر نقول لك والله سيتي جيني شوف، انا اسراري غنديو معايا في قبري، اللي كنشوف العظمه لله الواحد لقاها، وجالسين ومعرشين، وانا كنعرف بلي ولادهم ولاد ولادهم
مليوحين في دار الاطفال متخلى عنهم، او لا ام عزيبه من الامهات العزيبات كطبي ولده الا كان يعني كان فوس قلبي كنحتقره. انا قريت واحد النهار بينما ما يعجبكش هذا المصطلح ديال الامهات العازبات. انا قبالي ما اختارش باش تكون ام عازبه، شتي في المغرب الا الناس كيتفرجوا فينا بغيتي تفهمي لهم تبسطي لهم وشنو كتقصد؟ حيت ما لقيناش شي كلمه اخرى من غير هذه. واش هاد الام التي مريم العذراء بوحدها اللي ولدت نبي الله عيسى قدره السامع العالم، هاد البنت هادي راه يمكن تغتصبت في الدار اللي كتخدم فيها، يمكن اغتصبها مول الدار ولا مول ولد مول الدار ولا جار مول الدار او حتى البنايه ديال الدار اللي مقابله معاهم كتبنى، ياك غادي قاولها بالزواج وغادي نتزوج بك وغادي 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 ملي كيوقع الحمل كيمشي يهرب، ياك ولا لا؟ كتبقى وحله بداك الحمل، شكون اللي غادي يهزها؟ ما كاينش. حنا ديك الوقت ما كان حتى شي مؤسسه اللي كتعاون الامهات العازبات، انا ما عرفتش عندي الوقت ولا لا، لان اول ام عازبه اللي عاونتها ورعولتها لك الباب اللي جيتينا عندي للجمعيه راه كانت في السبعينات وجات حامله من 9 شهور وكتطلب المساعده باش ما سخاتش بداك التلاد اللي كانت رافضه، ما تخلي بنتها ولا ولدها معها. ما نقولكش المحنه اللي تمحنا معها، ولكن علاش كنعاود كنبغي نعاود هذه القصه؟ لان حنا العيالات بصفه عامه نقرب عيبنا ساعه ساعه كنردوا العنف للراجل، الراجل هو اللي قبيح، هو اللي قتال، هو اللي ما كيفهمش. لا، هاد البنت هادي غادي 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 ندقوا على باب دارهم وامها غادي تخرج لنا، اش غنقول لك؟ غوله وكتاكل وسيروا في حالكم، ولا جيتها المسخوطه سيروا في حالكم. والشتا كطيح بالسطوله، وانا واحد النصرانيه مشات معايا قلت لها شوفي عيد المولد النبوي والشتا كطيح وعيد سيدنا عيسى حتى هو جاوا بجوج وعلى ربي دخلينا من الشتا. قالت لي وما تفوتيش قسم لينا لا دزتي كثر من قسم، قرطاسه ليك وقرطاسه ليا. ودخلنا شكون هاد قرطاسه ليك وقرطاسه ليا؟ راجلها كان مفتش البوليس وسنوات الرصاص السبعينات. دخلت ها الراجل دخل فعلا دخل قسم هكا من القسم حتى دخل ديك الخلعه وانا نوقف قلت لي ضيف الله سيدي، قال لي مرحبا بضيف الله. قلت لي بغيت منك خدمه انا وهاد السيده جينا نطلبوا منك مساعده، واش تقبل؟ قال لي ايه. تي سري واش عندك شي بلاصه اللي نسدو فيها علينا؟ قال لي كاين بيت ناس. قلت لي واخا سيدي الا ما كان مانع نمشيو ليه. درت في ماغي قلت لها انت غادي تسكتي حتى تخسر لي الخدمه. ملي دخل قلت لي واجلس دابا سد بالساروت. قلت لي سد ورا لي الساروت وسد عطاني الساروت. قلت لي حيد سلاح من جيبك عندك؟ قال لي ايه. كيدير في البلاكار وسد ورا لي الساروت. شديت الساروت بجوج درتهم في سوتيان كورج. قلت لي ودابا جلس بنتك سيدي ما رديتيش بال ملي ما كايناش؟ قال لي عادي انا في البوليس مفتش البوليس السبعينات مره نخدم بالليل بالنهار كتمشي لدار خالاتها عماتها جدودها ماشي مشكل. يا سيدي بنتك حامله غادي تولد من دابا سيمانه ولا جوج. ما بغاش تفرط في التلاد ديالها. شنو دار لك؟ ما بغاش تفرط في التلاد ديالها. واش انت مستعد تعاوننا؟ بقى كيشوف فيا مسكين تبهت بقى كيشوف فيا هكا ويقول لي ايه واخا. قلت له تبغي تشوفها؟ قال لي ايه واخا. قلت له حتى تعطيني العهد بان ما تاديهاش، اعطيني العهد اللي عطاني به صحابو ما تاديهاش. انا راني حاطه عند السيده صديقتي راجلها كان ضابط في البحريه ومسافر، انا عارفه العسكر كاين ردي البال، ولكن ادبيين قلت لي بحال هكا. ملي شافوا طلعوا في يدين بعضهم بعض بكاو، وكان الدور ديالي انا نمشي نشوف الباط الطبيعي، الباط ديال داك التلاد. والله بغا ياكلوني الزميلات ديالو البنات اللي معاه كيخدموا معاه وكيعرفها حامله منه. قلت لي دابا خصك دير اللازم ديالك، الا كنتي راجل راه هي ما بغاش تلوح بنيتك ولا وليدك، شديتو غير هكا. المهم درنا جا ربما وقع عليه شويه ضغوطات من البوليس ربما انا ما عرفتش، حنا انا ما جيتي انا ما في خباريش. جا دار العقد مع ديك البنت، حنا ما مدربينش، دار العقد بان هاد البنت بكر اعطاها باها بكر لذاك الراجل. اسبوع من بعد ولدت بنيه. شنو دار هذاك البات الطبيعي؟ هز ديك العقد ومشى عند المحكمه
قال لهم با عطاني بكر ولقيتها عامره ها هي ولدت البنت. بقات كتشرع معاه شحال من عام 20 عام من بعد تلاقيت بها في اليونيسف. قالت لي عقلتي عليا؟ قلت لها لا ما عقلتش عليك. قالت لي يا فلانه قلت لها تسميه كنسمعها ديما. قالت لي ولا قلت لك ماغيونا جات؟ قلت لها ايه. اش خبارك لاباس عليك؟ قالت لي يا بنتي كبرات وكتعرفك وكتعرف نجات كتعرف قصتي كلها وكتقول لي يا ماما انا فخوره بك ام عزيبه والحمد لله جدي عطاني الحب الكافي وهذاك البط ما كيستاهلش باش يكون انا بنته. قلت لها واش كدير هذه البنيه؟ ديك الساعه كانت طالبه في الطب كتقرا الطب. في هذا العام اللي داز كنا في لافور دي ليفغ الصالون ديال الكتاب العام اللي فات جات واحد الطبيبه كتكات عليا قالت لي انا طبيبه وكنبغيك ديك هزا لي هزيت عينيها كنشوف الشبه ديال با. قلت لها انا كنبغيك هي مشات شدت الطريقه وانا حضرت راسي. هذه قصه من القصص اللي هذا ولكن طيب خليني نقول لك واحد الحاجه مدام شنا انايا الناس اللي كيتبعوا البرنامج كيعرفوا بانه ما يمكنش نخلي الضيف يتكلم على خاطره بهذه الطريقه. كان كيكون تفاعل ولكن انا ما يعني ما عندي كي نقاطعك لانه هذا الشيء اللي كتحكي وهذه القصص يعني المغاربه يعرفوها لان انا علاش يعني باش نقول لك باش الناس يفهمونا لان انا كنشوفها مهمه بزاف باش الناس تحاول تفهم معنا حتى السيده الصحفيه الا بغيتي تدخلي يعني ما كاين حتى شي مشكل ولو انها حتى هي كتفهم هاد القضيه. يمكن باش نفهموا شويه للمشاهدين الكرام علاش المجتمع ديالنا مثلا وحنا كنتكلموا بزاف على الرحمه والاخوه والتفاهم والعائله والأسرة القرابه والام ولكن بعض الاحيان ما كنرحموش البنات ديالنا مثلا اللي كيوقعوا في هاد مثلا في هاد يكونوا ضحايا مثلا ديال هاد الوقائع. هذا كتلقى العائله وكتلقى مثلا العائله القريبه الام ديالها ما كترحمهاش وكتجري عليها بالضحك. شوف قبل ما نتكلموا على الاباء لان انا كنعرف حتى الوالدين صعب وخا كتقولي العكس. انا حتى انا غنقول لك الصراحه انا سيدات كبار في السن وقالوا لي شفتي هذا الشيء اللي كتخدمي فيه انت ولي عاطينك الدق دابا. احنا الناس ديال بكري كنا كنسخوا الخبر لهذ الحالات وكنفكوا مشاكلنا. مرا من فيكيك ومرا كبيره عرفتي فيكيك الناس عندهم هكا كود غرس قالت لي احنا الا وقعت شي حاجه بنتنا ولا ولدنا غلط كنجمعوش منا. قالت لي احنا ما كنديروش بحالكم نلحوا ولادنا للشارع وكننجوجوا اللي نجوجوا ونربيو اللي نربيو ما كنلحوش ولادنا. امتى وقع هذا الشيء؟ هذا نهار اللي جا الاستقلال ديال المغرب وكل شيء الناس تشتات لي في الباديه دخلوا المدينه ورحلوا الناس من بعضهم بعض حتى هذيك الحاجه ديك الحنينيه اللي كانت. وما تنساش حاجه راه الشيباني نعاودوا عليك جداتنا داكشي علاش انا دايره حمام في المشروع التضامن النسوي. جداتنا حلوا عدد ديال المشاكل الاجتماعيه في الحمام كيتلاقاو في الحمام وحلوا المشاكل من الحمام ومن السطوحه. وكانت المراه من السطح كتغني وكتصفت رساله لحبابها راه في الطفل الاخر ديال المدينه وكيوصلهم الخبر وكانوا كيحلوا المشاكل وترباو الاولاد ورباتو عمته ورباتو خالته وكتقولي انت راه وليدي وراه غير ولد. دابا مع التقدم الاجتماعي والعمر العمراني الى اخره. انا كان عندي واحد انا السيده كانت عاودت لي السر ولكن شحال هذه من عام كان عندنا في واحد الوقت وزير من الوزاره اللي حكم علينا وربا عالم لقاه في الصباح غادي يصلي لقى الوليد دخلوا قال لمرته الله يرضي عليك هذه هديه. شوف المغاربه كي كانوا هذه هديه من عند الله ربي في وسط وليداتنا وقراوا وصلوا حكم علينا وكان من احسن الناس. طيب اكثر من هذا الكرم ما بقاش. وخاصه هذا الشنا الا بغينا نهضروا على دابا الموضوع ديال الامهات العازبات فين وصل؟ شنو هي التقدمات اللي وقعات في الملف؟ شنو هما الحلول اللي مطروحه الان؟ من دابا المجتمع المدني حتى هو تدخل. لا كاينه واحد الحاجه اللي عجبتني واللي عجيبه المغاربه كلهم راه ما سمعوا بها. كلكم سمعتوا بديك القضيه ديال طنجه. ياك؟ غادي نذكروها يمكن باش غادي نذكرها لان مهمه بزاف. هذا الفضل ديال العمل الاجتماعي والجمعوي والمجهودات اللي دارت ما بين الحكومه والجمعيات اللي بقات كطالب تغيير المدونه وبزاف ديال المسائل اللي تقالوا وتغيير في القانون ديال الحاله المدنيه شي حاجه اللي هي مهمه.
هذا القاضي، هذا القاضي ولا قاضي، انا انا سمعت قاضي واخرين كيقول لي قاضيه، والله اعلم انا ما كنفرقش بين المحكمه قضاء الاسره نقولوا. المهم خذات رسالات ديال القوانين اللي عندنا في المغرب اللي مكتوبه في الدستور وفي المدونه واللي اللي مضى عليها المغرب على صعيد دولي، اتفاقيه دوليه الامم المتحده ياك، وشدهم وطبقهم على ذاك الرجل، قال لي هذه البنت بنتك تعترف بها وتعطي الصهر ديال هذه البنيه. الرجل على ما سمعت، على ما سمعت طلب الاستئناف، انا فرحانه اللي طلب الاستئناف. ام الصبيه ربي وهذا القاضي اللي غادي يحكم عليه المره الثانيه يدير لي تحليل الجينات ويلقى راسو هذيك البنت بنيته، وديك الساعه غادي نشوفوا شكون اللي غادي يكون الجرح. غير يمكن نذكر الاخوان المشاهدين على القضيه انه لاول مره سابقه في تاريخ المغرب انه قسم قضاء الاسره في طنجه جات واحد الام كتشكى كتقول بان مثلا عندها هذه البنيه وهذا هو الاب البيولوجي ديالها ما بغاش يعترف بها، وهي طلبت انه المحكمه تفرض على هذا السيد انه اولا دير عليه مثلا يعني تحليلات جينيه باش تثبت الابوه ديالو على هذه البنيه ويعطي الاسم ديالو ويعوض الضرر ديال الام ديال هذه البنيه. وهذاك الشيء اللي قامت به هذا القسم ديال قضاء الاسره، وقام يعني بتحليلات جينيه وثبت الابوه ديالو وفرض عليه انه يعطي الاسم لهذه البنيه او لهذا الرجل. ما عرفتش يمكن لحد الان ما كانش استئناف، ولكن هذه سابقه لاول مره القضاء المغربي لأن يعني ولكن هذا الشيء شوف يعني احنا كنهضروا بالستينات السبعينات الثمانينات التسعينات 40 دابا تبارك الله يلا الحمد لله يعني مع التطور اللي كتعرفوا البلاد دستور جديد مواثيق دوليه حتى القضاء تطور ولا كيعتمد على المعاهده الدوليه والنص البنود ديال الدستور الجديد باش يحاول يساير ويزيد يتقدم بالبلاد. الانسانيه ديال المغربي المجتمع المغربي غير لا تكذبش عليه، سير عنده قود وقول لي ها المشاكل اللي كاينه كيفاش بغيتي نحلها، غير ما تنافقش. دابا اللي فين كيوقع المشكل يا ملي كيبدا يوقع النفاق ونبداو نجيبوا شي حاجات اللي ما عندنا علاش نجبدها، والطفل كاين موجود، الام موجوده، الاب موجود، حقا تحليل الجينات. بعض المرات كيقول لك لا مدونه كتقول القاضي يطلب تحليل الجينات الا كانت يعني خطوبه رسميه وكاين لما تدخل في التفاصيل، ولكن كاين دليل كاين دليل وبلاتي. دابا كاين واحد الحاجه اللي غريبه عليا كتجيني في شي شكل، كيقول الا كانوا مخطوبين كانت علاقه جنسيه بالغلط، واش الانسان اللي كتكون عنده علاقه جنسيه كيفكر في الغلط؟ ما كيكونش يفكر في الغلط، حتى كيصدق داك التيلات جاي ونوضوا حنايا نكروه. واش فهمتي شنو كنقول؟ دابا غير باش الناس اللي يسمعونا يعني كان في من قبل كان مشكل تنسى مثلا كانوا الفتيات هاد الامهات العازبات المساكنات كانوا كيخافوا انهم يمشوا للقضاء. الان نذكر بانه كاين الماده 158 من مدونه الاسره واضحه كتقول بانه يثبت النسب، كتعطي مجموعه ديال الشروط اما بالفراش او باقرار الاب يعني هو كيشهد على راسه او بشهاده عدلين او ببينه السماع يعني سمعوا وبكل الوسائل الاخرى المقرره شرعا بما في ذلك الخبره. يعني الحمد لله القانون. انا متفقه معك، غادي نزيدك حاجه اخرى. سي احمد العبادي عطاني الايد باش نذكره بالاسم. رئيس الاتحاد الرابطه المحمديه لعلماء العلماء. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيستعمل علم القيافه، علم الشبه، وثبت على رجل بجوج ديال الشهود وبالشبه بين هذيك البنيه بنته وبالزمن اعترف بالبنيه. واش الرسول غادي نكذبوه؟ يعني عطاه الله واحد الذكاء واحد الانسانيه. واليوم كيقول لك سير بالعلم حتى للصين، العلم هو في باب دارنا، تحليل الجينات كاين عند الدرك الملكي والحمد لله رب العالمين، حنا فخورين بهم وكاين عند الشرطه غادي نخلي السيده يمكن غادي تذكرنا بواحد الحادثه وقعت لكم من كنتوا وحنا قبل ما نبداو البرنامج تكلمتوا على واحد اللقاء كان عندكم في تونس. باش يمكن باش تجاوبيني علاش حنا المجتمع ديالنا يعني كما كنقولوا اكثر يعني عتابا للمراه على الرجل، يعني في هذه الواقعه يعني كيحاسب اكثر المراه على الرجل. واحد الحادثه وقعت في تونس تكلمتي عليها قبيله السيده عائشه الشنا، كانت معك شي استاذه يمكن. لا 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 بلاتي تونس في هذا الباب هذا حنا بحالهم. انا مشيت عندهم في 2007 عرضوا عليا على طريق اليونيسف باش ندي لهم الخبره
ديال الجمعيه التضامن نيسون، ومشيت ديتها لهم واخا انا كنت ديك الساعه واحد الحاله ديال المرض المهم، وفق سيدي ربي في 2007 2008 جاوا لعندي يشوفوني باول حلوه صوبتها ام عجيبه كمشروع مدير لي الدخل. هذا الشيء اللي كنقول لك هما راه كانوا سبقونا بزاف ديال الحوايج. انما هاد العالمه هادي اللي كنهضروا عليها انا والسيده راه كانت معايا، جات عالمه قالت لك باحثه في الدين تونسيه، تونسيه عالمه وكيحترموها واستقبلها استقبال رسمي تولد ساعه وهي كتهضر على الام العزيبه وتستغفر الله وطلب الله يسمح لها وفي ذاك تولد ساعه. وهي كتعاتب المراه. المراه وهذاك الطفل وكذا كذا. المهم ملي كملت تولد ساعه قلت لها استاذه واش في هاد تولد ساعه اللي هضرتي ما هضرتي حتى شي مره وحده على راجلي؟ واش هاد الام هذه هي مريم العذراء ولدت بالسابيع العالم؟ راه كاين مراه وكاين راجل، هضري عليهم بجوج بعدا، لوميهم بجوج، ربيهم بجوج، ولكن ما تنزليش على هي بوحده. وهذاك الطفل مسكين شنو دار؟ وما طلبش باش يجي للدنيا. ودابا هما الناس هنا معنا، انا بغيتهم يديروا يديهم على قلبهم ويقولوا لو كنت انا، واش كاين شي واحد فينا هنا اختار والديه؟ حتى واحد ما اختار والديه، لا انت ولا انا ولا حتى شي واحد. وحيت هو نزلت عليه المصيبه وكتب عليه مكتوب، وباه ما كان، انا غادي نقولها بالدارجه ثاني، باه ما كانش راجل، لان الراجل بكل معنى الكلمه ملي غلط وحملت معاه البنت يكمل الطريق، يعطي الحق بنته ولا ولده وما يتزوجش بها. كاين استلحاق، المغرب الحمد لله فيه استلحاق. وهذا الشيء شنو هو؟ استلحاق هذا راه كانوا كيديروه جدودك الكرام. جدودنا كانوا كيسافروا وكيديروا مراهنا مراهنا مراهنا، وملي كتولد لي راه كيستلحق بولده ولا بنته، ما كينكروا شيء. ما عمرو كانوا المغاربه كينكروا ولادهم. هذا الشيء راه جانا من بعد الاستقلال. بلا ما تسجلوا هذا الشيء، ولكن هذا الشيء كان واقع يعني. يعني خصو خصو يعترف به، خصو يعترف به. شوف انا كبره في انا كبره في مراكش، ومراكش كان ديك الساعه هذا التاريخ ما نكروش. ديك الساعه في ديك الوقت انا زايده في 41 دونك دركت نشوف، كان الدار فيها الخدم فيها ديك الساعه كانوا باقي الناس باقي دايرين العبيد باقي دايرين الخدامات، الا فاتت حتى ولدت ليه كيستلحق بها، والولد كيولد بحال كيورد بحالو بحال خوتو. ما كاينش هذا المنكر اللي عندنا هنايا اليوم. لا ولدي سيري خرجي به كوليه لوحيه اولا تحطيه في الزبل، اللهم انا هو منكر. ذاك النهار لقاو الدراري يتلاحوا في الزبل ياكلوا الكلاب مدود، لا اله الا الله. واش حنا ولينا كنولدوا ولادنا باش نلوحوا من الزباله؟ واش حنا بشر ولا ماشي؟ ما تقولش انسان انسان اللي يلوح ولده ويلوح كبدته. استاذه شنا من بين الحلول باش نتجاوزوا ممكن هذه المشاكل اللي كتوقع من بعد الولاده؟ كتطرح النقاش ديال الاجهاض وتقليل الاجهاض. اللجنه الملكيه اللي بت في تقنين القضيه ديال الاجهاض بدات العمل ديالها، فواش تشاورت معكم وانتم كتهضروا على المجتمع المدني وضروره المسؤولين والادارات والمؤسسات التنميه؟ وشنا هي المواضيع اللي تناقشتوا عليها؟ انا نقول لك نهار وزير الصحه دار يوم دراسي في اوتيل بالي دي روز في الرباط ياك لونسيان هيلتون. عيطت بلا ما نديروا الاشاره للش. لا معليش يلا. ديك البلاصه فين هو دار ذاك المؤتمر؟ فندق. عيط لي في الليل قال لي بغيتك تجي عافاك. قلت انا عندي ضياف جايني طلب امريكان، ما عنديش هذه شحال هذه هما موجدين غادي يجيو. ما غاديش يمكن كي غادي ندير؟ قال لي لا ولا بدا بغيتك تجي وراه غادي يكون الناس وهذا 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 موضوع مهم. قلت لي واخا الا تصيفط لي الطوموبيل ونجي نهضر من وراك وتصيفطني لدافيد 12 نكون في الجمعيه، وقولا وفعلا. ومشيت هضرت من وراه وهضرت مع المغاربه وكان واحد العدد ديال الشخصيات. شنو هو الموقف اللي كان انا ذاك ديالكم؟ لا الموقف ديالي انا والاجابه على السؤال ديال الاستاذ. الموقف ديالي الموقف ديالي الاجهاض ماشي هو الحل، ماشي الا حملت البنت الحل. التربيه الجنسيه فينا هي اجهاض نديرو ماشي ما نديروش، ولكن كاين شروط. الشروط بنيه صغيره وتغتصبت حيت من 6 سنين الا كانت جاها الدم الحيض كاينه البويضه تقدر تحمل. الا كان تشوه خلقي، الا كان مشكل يعني تشوه اعاقه. حنا جاتنا حنا لدابا الان باقي متبنين بنيه، تصور
شكون اللي اغتصبها بعدا؟ ولد شخصيه كبيره الدار والناس دابا كيشاهدونا غادي يبغوا يعرفوا شكون لا ما غاديش ولا ما ندخلوا في التفاصيل والله ما نقول سميتو واخا قلت لك انا ندي اصلا ولكن هذه يعني هذه حالات اجتماعيه معاقه عباد الله معاقه واغتصبها ولدت البنيه معاقه وشكون اللي واحل فيها دابا جدودها مساكن وجدودها لو كانت تشوفهم والله حتى يطيب لك قلبك جودة باين جودة الوالدين ديال الاب ولا ديال الام؟ ولد مول الدار اللي زعما راه شاب ما بان لي في ما يغتصب غير هذيك المعاقه الزغبيه ولدت بنيه سبحان الله العظيم ذكيه وكتقرا مزيان وكتجي تشوفنا باقي دابا الان كنستقبلوها يعني عندها حاله خاصه في هذه الحاله كاين حالات اللي كيقدر يوقع فيهم الاجهاض انما الاجهاض ماشي هو الحل ديال الحملات صيفطها الاجهاض الاجهاض راه كتقطعي لها طف من الحمى انا كانوا شي ملي كانوا كيديروا البحث على الاجهاض كانت عندي ام عزيبه جالسه وجات الصحفيه كتهضر معها عرفتي باش جاوبتها ماشي انا اللي جاوبتها قالت لي انا اغتصبوني ثلاثه وعطاني الله هذه البنيه وباش ما عطى الله نكبر بنيتي وما نسمحش فيها وهذه هديه من الله تعالى عطاها ليا وهذيك اللي اغتصبوني بثلاثه المحكمه ديالي عند الله شفت تصوري كثر من هكا واخا دابا هادي نزيدك وحده اخرى باش نقول لك بلي الاجهاض ماشي هو الحل مره في السن ديالي انايا معيطه لي واحد النهار كنا كنبنيو الحمام اجي عندي عافاك عافاك المهم نختصر مشيت عندها رجلها مهرسه ما قدرتش تجي مجدا لي جوا فيها 10000 درهم قالت لي هذه حقي ديال البني ديال ذاك الحمام اللي كتبنيو وعطاتني واحد الباكيه فيها جبابن والطباصل ديال كان رمضان درت هكا وهي تقول لي لا غير وريتهم لك ماشي باش نعطيهم لك الا عجبوك نعطيك 200 من الحاجه جبتهم جيت للجمعيه مشات هي موجاتين في ذاك العام نيت شرغوش وانا غنقول لك شرغوش معيطه عليا وانا عندي نهار عصبي سد عليا الدار ما بغيتش نخرج قالت لي انا مزوقه فيك بغيت نشوفك قالت لي سي تخي فاتيك راني عيانه قالت لي موت وعيش هادي انا نجي نهزك فين ما بغيتي المهم درت مع مويد مشيت معها السيده ساكنه في الكولين ضفه عرفتي شكون اللي ساكن في الكولين ضفه ناس اللي لاباس عليهم دخلت غير حنا جلسنا وطلعت عليا بقات تبكي 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 يا ربي هادي مالها وساكنه في قصر انا كاع ما نكسب حتى ربع منه وليداتها كتسافر العالم كله بخير بحفايدها مالها يا ربي عرفتي اش قالت لي في الاخر حلات واحد الباطا جبدات منها سلسله ديال الذب كنت ديما كنتصور بها في التلفزيون دايرها دارتها لي في عنقي قالت لي تقليت الله في رقبتك بغيتك تبقاي تخدمي وتحاربي باش يكون التربيه جنسيه للبنات لان قالت لي انا تصابيت بها وباش تحمي البنات قالت لي شتي انا كنت لقيت لي حميني ملي كنت طالبه بقيت كنشرب في الاعشاب ديال الاجهاض ما قدرتش نقولها لوالديها وخصها تدوز الباك وقالت لي بوحدي في الليل في الكراج ما قالت لي شجرت قالت لي طاح مني وليدي طريف بطريف قلت لها الحاجه قلت لها دابا انت ام شوفي اربعه الاولاد وربعه الحفيد تبارك الله وقيل عندك كاع جايين اخرين في الطريق قالت لي هذاك ولدي طف من الحمي ودمي هذا عار سيدي ربي بقيت كافحي تكون تربيه جنسيه لبناتنا حمي بناتنا يتحماو بناتنا واللي غلط يخلص ياكل لا وإلا كان غادي يكون الإجهاض يكون بقاعدته للناس اللي خصهم يدارو لهم وبالصور ديال الطبيب دائما في نفس الموضوع يعني وانت كتهضري على انه جميع المشاكل اللي كاينه في المجتمع خاصنا نطرحوها في الوسط ونتجاوزوا النفاق الاجتماعي اللي كنعيشوا حنا الاحصائيات اليوم كتقول انه كاين ما بين 600 حتى 1000 حاله اجهاض سري في اليوم اذا واش ما كيبانش وقلتي في تصريح سابق انه من هنا ل 10 سنين او 15 عام غادي يوليو النص ديال الاولاد المغاربه كلهم اولاد خارج واش ما كيبانش لك ان الاجهاض غير تكمل السؤال ديالها مهم بزاف انا لا تكمل السؤال ما كيبانش لك انه اليوم الاجهاض خاصو يتقنن بشكل اللي يخليه ما يبقاش سري ويكون عند الاطباء
الشكل صحية، خصوصا وان المغرب متفق داخل الاتفاقيات ديال الالفية الثالثة او الاهداف الالفية الثالثة على الصحة الانجابية، بالتالي نسبة الوفيات ممكن تقل، يعني بزاف المشاكل ممكن يحلها التقنيه، ماشي فقط اول حاجه بنيتي زين المحاريم. انا كنقولها الله اكبر، الحكومه جايه جديده، هذا عاصد ربي، الحكومه جديده، ديري لنا تربيه جنسيه لولادنا ولبناتنا. ما كاينش تربيه جنسيه بنيتي، البنت ما كتعرفش راسها باللي تقدر تحمل الا مشات مع ولد، نديروا تربيه جنسيه بعدا هي الاولى، وإلا جاب الله جاب الله جاب الله ولا بدا، خص يكون ذاك الايجاد يكون في حاله استثنائيه وفي المستشفى ديال الدوله، ويديروا الطبيب ديال الدوله، وتكون عنده الرخصه ويدا في جميع المستشفيات، ماشي بنت اللي ساكنه في الصحراء ما تبقى غارقه بوحدها، واللي جاي اللي فرباتو في الدار البيضاء وقع لها الايجاد، الا كان الا كان ولا بدا خصها ديرو. واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ هذا انا يمكن انا عندي عطفنا على ديال الاخت لا غير المهم، هادشي وقع نقاش في المغرب على هذه القضيه ديال الايجاد، وكانت يعني مشاورات اللي قادتها يعني وزاره العدل والحريات مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومجموعه ديال الفاعلين ديال المجتمع المدني، وجلاله الملك يعني طلب منهم انهم هذا الشيء غادي تكون يعني هذا التوافق اللي وقع على شروط الاجهاض في ثلاثه ديال حدهم في ثلاثه ديال الشروط انها تنضاف للمدونات ديال بعقلها هذيك ثلاثه ديال الشروط، ولكن ها نذكرهم باش الناس يعرفونا، كاين ثلاثه ديال الشروط اللي تم التوافق عليها إلا كان الحمل في خطر على الحياة ديال الأم أو على الصحة ديالها. ثانيا إلا الحمل كان جا من واحد الطريقة غير مرغوب فيها بسبب الاغتصاب أو لا بسبب زنا المحارم، زنا المحارم يعني العائلة كي يعني كاين اغتصاب داخل العائلة، أو لا إلا كان الجنين فيه تشوهات خلقية خطيرة وأمراض يصعب علاجها. ونقدر نزيد حتى المعقدينين ما مذكوراش، ولكن لا ما مذكوراش ولكن حتى هي نعتبروها من دوك المعاقين. طيب واش هي معقدينين وتحملها مسؤوليه ديال تولد بنت ولا ولد، كي غادي دير لها باش تربيها؟ ما عندهاش امكانيات باش تداويه وتكون لا باش تربيها ولا باش تداويه. اذا باقي بالنسبه لك يعني واخا كاين هاد الثلاثه ديال الشروط اللي تم التوافق عليها، يمكن مازال لان كاين نقاش بين المحافظين، ما يسمى بالمحافظين بين قوسين اللي هما ضد الاجهاض، يعني واخا يكون يقول لك واخا فيه تشوهات خلقيه خطره، يقول لك هذا يعني هذا يعني فيه الروح ديال الله سبحانه وتعالى، انسان خصو يتولد ودبر راسك معاه. انا متفقه معاه. وكاين ما يسمى يعني بالحداثيين اللي كيقول لك خصنا ما نبقوش نجرموا الاجهاض، هذه المراه حره في الجسم ديالها، الا شافت هي بغات تجهض تجهض، ان هذاك لو كور ديالها الجسم ديالها. أنا عايشة السنة مع من؟ أنا مع المحافظين مع الحدثيين؟ أنا غادي ندير راسي مع المحافظين. السادة المحافظين شنو وجدتوا لهاد المرأة اللي غادي تولد لنا الولد مشوه خلقيا؟ واش غادي تبقى ترفدوا حياتها كلها؟ حياتها كلها مضحية؟ غادي تربطوا أنا شفت ملي كنت مساعدة اجتماعية هاد الأطفال اللي كيكونوا مشوهين خلقيا مربوطين 24 ساعة على 24 ساعة في بيت مظلم، واش هاد الشيء اللي بغينا؟ لا خصنا عاوتاني نكونوا واقعيين، كاين واحد الحاجة اللي ما غاديش تكون، ما دايرين حتى شي وسيلة باش نساعدوا، كاين الإمكانية ديال الإيجاد الدار، وحتى نتصوروا مع المرأة، حيت كاين بعض المرات البنت اللي مغتصب بحال هذه اللي اغتصبوها ثلاثة، قالت لك أنا ما عمرني فكرت في الإيجاد، ما جاش لبالي تماما باش عندي بزاف ديال القصص ما نعاود لك على هذه القضيه ديال هذه الامهات اللي كيحملوا. ولكن غير سؤال اخر يعني في نفس الاطار ديال الاسره السالي، لا ما يكونش الاجابه بنيتي في بلاصه التربيه الجنسيه، لا ولكن مزيان التربيه الجنسيه، ولكن ومن بعدها وقع المشكل كيكون ديك الساعه نتشاوروا مع المراه ويكون الطبيب ديال الدوله ولا الكلينيك، ولكن بالرخصه. عرفتي بشحال كيتقام علينا الطبيبه بنيتي باش كيتقرا باش كيقرا؟ عرفتي شحال؟ 120 مليون ملي ولي هذاك الطبيب يدير ذاك الاجهاض تحت 66 قدمه بالسكوت الى حصل عنده الحبس، واش هذا الشيء نرضاوه؟ خص يكون يعني يكون الحل واضح، والتراب المغربي كله بحال اللي في الصحراء بحال اللي في الشمال. يعني باقي النقاش مفتوح كما قالت الاخت السهلي، بانما مازال يعني احنا المجتمع ديالنا فيه واحد شويه ديال النفاق، لان الان انا غير نسالك وانت راكي عندك تجربه اكثر مني في هذا الميدان، عارفه هذا الشيء احسن مني، كاين شويه ديال النفاق داخل المجتمع، لان الان مثلا الاجهاض مجرم، يعني اللي تصبر يدير الاجهاض السيده ولا الطبيب
كيمشي للحبس. هما كيقول لك بعض الناس كيقول لك اللي لاباس عليه راه غادي يمشي يخرج يمشي لباريس عنده جوج سوايع ضرب دوره وكيدير الايجاد ويرجع مفيك مع راسه، ولكن المسكينه هي اللي غادي تبقى حاصله ولا ما بغاتش. هي اللي خصنا نحطوا المشكل ديالها بوضوح، واش بغات الايجاد ايه ولا لا، واش سولنا واش بغات ايه، واش عندها الامكانيه يبقى مع ولدها ولا بنتها، حيت تقدر تقول لك هي انا ما سخيتش ما سخيتش ما بغيتش نحيدو. بحال هاد المره انا قلت لك قدي في السنين ما قالت ليش، ولكن واللي بغات وشنو تقولي لها انت؟ شكون اللي مثلا شي وحده مثلا تقول لك انا تغتصبت هاد ما باغيش مثلا انا غير نطرح السؤال. تكون مع الطبيب ديال الدوله وبحاجه معقلانه ويدار عند الدوله ويدار بالمجان. يعني دار الاجهاض ماشي مشكل انا دار الاجهاض بالمجان في الحالات الاستثنائيه الصعيبه اللي غادي تخلق لنا مشكل اجتماعي كبير، وخصنا نكونوا واضحين في الامور. غادي نقول لك هذه الجماعة كان دار الوزير هو اللي دار ديك الاجتماع، وهضرت بصراحة وما خبيت والو. الاثنين كان البروفيسور هو اللي دار جمع الأحزاب وكيهضروا على الإجهاض واللي مع الإجهاض واللي ضد الإجهاض، ومشى معنا واحد الولد كبر في الخيرية مجهول الهوية، وعطاه الله الذكاء وقرا عنده مارس ليسانس وغادي مازال تبارك الله، واسمعهم كيهضروا هو يوقف طلب الكلمة ما بغاوش يعطوه الكلمة. مشيت عندهم قلت لهم أودي هذا خصو يهضر، هو ولد متخلى عنه. قالوا لي ماشي هو الموضوع اليوم، وأنا ما تغددنيش وأنا مشيت عند الشرايبي الله يذكره بخير. قلت له هذا الولد يهضر وصافي، إلا ما هضرش غنوض لكم فضيحة. أنا هضر الولد عرفتيش قال لهم؟ قال لهم أنا مقطع الجدر، انا من القلائل اللي قريت كبرت في لاله حسنه ودست الخيريه، وانا دابا الان في خيريه وكنقرا وعطاني الله الذكاء وكاينين ولاد اخرين بالذكاء، ولكن مجهول الهويه اش من المصير ديالي اش من عيشه عندي، واش عرفتوني كيفاش كنحس براسي. ويا ليت يا ليت كون تشاوروا معايا نقول لكم حسن كون امي جهضتني ولا هاد الحاله فاش انا فيها، فهمتي؟ المهم بقى كيهضر قال لهم انتم كتهضروا لا خص هذه، ولكن حنا واش عمر شي واحد جا سول فينا؟ واش عمركم جيتوا دقيتوا على ولاد الخيريه قلتوا لهم شنو خصكم؟ واش عمركم قلبتوا لينا على والدينا؟ وهذه مناش خايفه السي محمد من دابا 20 عام، انا كنقول لك ان الناس كيسمعوا فيها كيشهدوا عليا، من دابا 20 عام هاد الولاد اللي مجهول الهويه غادي يقدموا دعوه بالدوله المغربيه لما ساعدتهمش باش يعرفوا شكون امهم وشكون باهم. ما تكشي ارقام مغاربه بحالهم. علقي لي على هاد الارقام. 24 كيتولى سيدي كل هذا هو اللي بغيت نقول لك، 24 واحد كيتولد اللي كيتلاحوا 153 كيتولدوا. هذه الاحصائيات اللي دارت من العصبه المغربيه لحمايه الطفوله ولينيسف 2003 2009 عطات هذه الارقام. 153 في المغرب كامل ولا غير في الدار البيضاء؟ لا المغرب كله 153 الله يجعل البركه. الدار البيضاء كلها الدار البيضاء كلها راه فيها 27 الدار البيضاء بوحدها لقاو فيها 27000 ام عزيبه بوحدها هي. يعني 27000 ام اللي ما يعني ما اللي يعني ما ولد اللي ولدت خارج اطار الراجل ما بغاش يعترف بولده. واش هاد الاولاد حتى اللي متى غادي نبقاو بهذا الاسم المستعار؟ ولد عبد القادر شوف انا كاع ما متفقه معاهم في واحد الحاجه، لان سقط الاخبار دابا راه دايرين اسم مستعار. ولد عبد الله، عبد القادر، عبد الرحمن، عباده الله كلها اسميتو هما باوات الاولاد ياك. وسمعت باقي ما عنديش تحقيق بان غادي يديروا اسم الجد حتى هو مستعار. إذا الكذبة غادي نزيدوا عليها كذبة، وحتى اللي متى غادي نوصلوا للصدق والحقيقة. إذا شنو كطالبين التربية؟ شنو كطالبوا أنتم مثلا كجمعية؟ كنطالب التربية الجنسية. لا دابا كنهضروا مثلا على هذا الاسم مستعار ما عاجبكش. البات 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 كلهم المواد كلهم كيعرفوا شكون بات ولدها. اللهم إلا كان اغتصاب جماعي. هذاك البات الطبيعي يدير الاستلحاق. والمخزن يدير الواجب ديالو. احنا كلنا ولاد المخزن، انت وانا والاخر والاخر، كلنا ولاد الدوله المغربيه مسؤوله علينا تضمن لنا شكون بانا. ماشي حيت بانا ضاصر وعاجبو راسو ويحنقز من هنا ويولد مع هادي ويولد مع الاخرى ويمشي ويزيد، حتى لواحد النهار حنا دازت عندنا حاله وحاله ديال طالبه
اللي البنت تزوجات مع باها عامين واللي تكلمشي للجامعات كلهم راهم الطلبه ديال الجامعات كافوني كنمشي عندهم كنقول لهم شوف بنياتي شوفي ياك هذاك اللي حداك زين زوين وعجبك وذكي وكيضحك وكل شيء الا قال لي كنبغيك قول لي حتى انا شدي يدك عندك حتى نديروا لك حلف البيض وديك الساعه غادي الا بغيتي نمشي انا وياك قسما بالله علاش كنقولها. طيب انا عندي واحد السؤال وغادي نخلي الاخت سهلي واش كاين واش الحكومه كنقولها بالغديده وليداتي راه ماشي شي حاجه كنقولها بالفقصه لان شفت بنات الجامعه بنات الجامعه اش ملي كيوقع الحمل وبنات عائلات كبار قداش هي شد الباسبور ديالو ومشى يكمل القرايه في كندا سواء كان في الاخوين ولا في لو ان سي جي ولا ليكول فرونسيز دي زافير ويخليها هي وحلها في ذاك الحمل ما هي بوالديها ما هي بولدها ولدته بالعقل وبالقاعده وتحمل مسؤوليته كتولي بلي حال الشارع ولدها في الضياع من على هذا الشيء كاع كله اللهم المره اللي اسمحوا لي الولاد كنحرص عليكم البنات ما كاينش كنبغيك ما كاينش. طيب عافاكم عافاكم لاله عائشه في هذا الموضوع هذا وانت كتحرشي وانت كتحرشي الشباب والشابات على بعضياتهم واخا نهار الحد اللي فات داز واحد الوثائقي في احدى القنوات الوطنيه اللي كيهضر على هذا الموضوع ديال الزواج والحب والجنس ما بين الشباب ما بين الناس كبار التوعيه شفتو البارح تبعتي النقاش اللي ما تقولش القناه بلا ما نذكر القناه منافسه وانا ما كنعرفش انا انا عندي لها كيعاود يعاتبونا السي محمد انا عندي كل شيء كيف كيف غادي نربط لك لاله عائشه هذا الموضوع هذا ديال هذا الوثائقي مع النقاش اللي تار في الولايه التشريعيه السابقه حول العلاقات الرضائيه والحريات الفرديه شنو كيبان لك في هذا النقاش؟ هذا مشكل كبير خص يجلس عليه المجتمع ويفكر فيه مزيان قبل ما ياخذوا القرار لان اوروبا اللي سبقنا شي اوروبا حتى 68 انتم اللي كابرين كتخدموا دابا في اوروبا 68 كان الولد اللي كيتولد غير اطار الزواج كانت كتعطيه مو بالزمنه كتحطوا في الخيريه انفون دو اكس تكبروا وقيدوا دعوه بالدوله ديالهم حتى من ورا 68 عاد ولاو دايرين يمكن الا كانوا طرادي يدير به السي الحق باه ولاو دابا زادوا حنا ما غاديش نزيدوا اكثر لان حنا مغاربه طب حنا المجتمع ديالنا كيفاش كتشوفوا حنا المجتمع ديالنا ما غاديش نديروا الكونكوبيناج المعاشره ونولد معاه ويمشي يعترف بليا لا 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 كاين العقد تعترف به باسمك بغيتي تمشي في حالك طلق والله انك ولكن تعطي الواجبات ديال ولدك ما نديروش بحال هكا هذيك سمعت هذيك المساله البارح وفي الحقيقه واخا انا دائما كنسمع بحال هكذا جاتني شي حاجه غريبه بالنسبه للمجتمع المغربي واش هذوك البنات والديهم قابلين لهم بحال هكاك حتى تجي تدخل مامون تي سي جي ان تي كوبان ولا مامون راه عندي ان تي رونديفو غادي جو فواياجي افيك مون امي في المجتمع المغربي ما مقبولاش الا هذوك البنات داروها وقبلوا يديروها والديهم قبلوها عليهم اش غادي نقول لك؟ بعض الاحيان الوالدين كاع ما عندهم خبر على العائشات بعض الاحيان الوالدين ما عندهم خبر وما وعلاش ما تركزيش على هادو شباب وراشدين علاش انا كنقول لك التربيه ديالهم علاش انا كنقول لك التربيه الجنسيه وتحمل مسؤوليتها وفاتين الشباب قالوا لي في بعض الجامعات وشنو خصنا نديروا؟ قلت لهم انتم اللي خصكم ديروا لان المستقبل غادي يكون بين يديكم انتم شنو بغيتوا؟ واش بغيتوا الحريه الجنسيه ولكن تحملوا مسؤوليتها ماشي غير الحريه الجنسيه ندير ما بغيت ومشي ندخل عند ماما بابا ياك ولا لا ونولد الاولاد ونخليهم دايعين ماشي بحال هكذا ولكن الحريه الجنسيه ما فيهاش غير هادشي اذا انا عايشه شنو علاش ما فيهاش غير هادشي يعني اكثر من هادشي هذا تفضلي يا استاذ دابا الا فهمنا كلا عائشه هو ياخذ البليزير ديالو ويدخل ويصدق حامله اوكي غادي نديروا لها الى فهمنا لاله عائشه ما عندكش مشكل مع الحريات الجنسيه هي ممكن تكون ولكن خاصها تكون مربوطه بالمسؤوليات ماشي دابا كنتكلموا في الطبوات لان المشكل هو هذا باش من باش من انا ماشي مع الحريه الجنسيه كيف كيشوفوها الناس في الغرب عندهم ثقافه اخرى
حنا عندنا ثقافه اخرى تقليديه، هما الشباب هنا كلهم رجال شبان، واش كاين شي واحد؟ ها هما هي معنا، تجي بنتك تقول لك ماما راه عندي مامتي تامي غنمشي جو فيغ لامور افيك لوي، تقبلي تدخليها؟ ما تدخليهاش. طيب لا غير لا لا عائشه شنا كنهضر مع الامهات. لا لا حنا بغينا نشوف غير كيفاش السيده انا كنقول لك لا انطلاقا من التجربه ديالك كيفاش كتشوفي هذا نقاش مجتمعي كاين في المغرب. انا كنقول حريه غادي نعطيك اكثر من ذلك، انت كتكلمي الان كتقولي خصنا تربيه جنسيه. إيه. كل شيء متفق خص تكون تربيه جنسيه. إيه. الناس اللي بحالكم إيه. في المجتمع المدني، المشكل اللي كاين انه كاين الناس كيقول لك الا درنا هذه التربيه الجنسيه راه بحال اللي كنشجعوا الشباب ديالنا والاطفال ديالنا انهم يمارسوا الجنس. لا يلا وشنو تجاوبيهم؟ كنقول لك لا ما يمكنش في المدرسه نديروا التربيه الجنسيه ودروس حول الجنس. شوف يلا وشنو انت كتجاوبيهم؟ سي محمد انا درت تربيه جنسيه بزاف مع الاطباء اللي كان سمح لي بهم الدكتور دريس المساوي، كانوا عنده شي 51 ولا 52 طبيب، وقلت لي بغينا اطباء اللي تعاونوا معنا في التربيه الجنسيه. تبعوني شي 43 طبيب ومشينا درنا تربيه جنسيه في المدارس. اشنو هي التربيه الجنسيه؟ كتعلم العلامات ديال الرشد، كاين ميول ما بين البنت والولد، حاجه عاديه طبيعيه. الجيل ديالنا حتى حنايا راه كان عندنا زنا مراهقه، ولكن كان الزيار إلا بغينا نتغرمو كنتغرمو في عبد الحليم حفيظ كيغني في التيسع ولا فريد الأطرش ماشي. إذا اللي باغي نوصلو يعني التربية الجنسية يعني كاين سوء الفهم لأن ما كانش هذا النقاش. كاين الناس اللي كيسمى التربية الجنسية تحمل. لا لا شي شنا كاين اللي كيسمى التربية الجنسية صحاب له الجنس هو يعني لا البنت كنقول لها الاسم يمكن باش تكون مقبولة. لا لا البنت كنقول لها بنيتي ملي كتوصلي سن الرشد كان عندنا لي مويان بيداغوجيك، شتيها هما لي زوفيغ، كل شهر كتخرج بويضه وهذيك البويضه كتسنى 24 ساعه حتى 48 ساعه امتى يجي الحيوان المنوي باش يتلاقاو. هذا الشيء كاين الان في المدارس ولا ما كاينش؟ لا باش ما تقولش يعني ما كاينش. ما كاينش داك الشيء علاش كنقول لك خصو يكون. وشنو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ انا كاين المشكل. فين كاين المشكل؟ علاش ما كاينش؟ وفين كاين المشكل؟ علاش ما كاينش؟ لان البنت والولد تابعين الميول ديال الحب والهرمونات. لا لا ماشي هذا هو السؤال ديالي. لا 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 شنا. علاش ما كايناش هاد الدروس ديال التربيه الجنسيه في المدارس؟ قولها للناس اللي دايرين برامج ديال التعليم وكاينه في شتي غير شتي الصوره ديال قول انتم تلفتوني فيها غادي اول صوره نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. هذه دارت عليها التيز ديال الدكتوراه في المغرب، دارها دكتور مغربي، وهذيك العلق هي المضغه اللي كتكون عند البنت وهي الحيوان المنوي اللي كيكون عند الولد. ملي كيوقع كاين الحب وكاين اللي بغيتي قول فين كاين جوج كاين الشيطان حاضر حتى هو. الحيوان المنوي ما غاديش يدير لها لا لا واش انت مزوجه نقدر نتفضل ولا لا. كيلقى الطريق مفتوحه كيدخل باش ما ندخلوش يعني في التفاصيل. لا لا ندخل في التفاصيل. لا غير باش هذه لا لا سمح لي سمح لي. لا لان احنا تبارك الله كبار عارفين. لا هذو هما التفاصيل. دابا انت كتكلمي على التربيه الجنسيه في المدارس. سرها ليه. كيفاش نتكلموا كيفاش مثلا نتكلموا مع الاطفال والشباب يقولوا لهم دابا راك في سن الرشد، شنو هما العلامات ديال المراهقه، العلامات ديال علاش ما كاينش هاد الدروس؟ شكون اللي رافضهم؟ قبل كان احنا كنا كنديروا في اطار ديال الجمعيه ديال التخطيط العائلي اللي الشيء انا اللي واش طلبتهم من الحكومه؟ من الحكومه ما بغاتش. علاش انا نطلبها الحكومه؟ والحكومه هي اللي كتسير المدارس. شكون انا؟ شكون انا؟ جمعيه أنا فاعله. حنا جمعيه كلنا كنطلبوا والحكومه خصها دير الواجب لا ما نطلبوا لها. الولد ملي عرف بان راه عنده حتى هو هرمونات كيخرجوا والحيوان المنوي كيكون وميول كيكون عند البنت، يعرف بان الا كانت عنده علاقه معاه راه غادي يوقع الحمل، وكنجيب ليه وسائل كنوريها كيفاش 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 الاقل كيتملك اعصابه. غادي نقول لك ولكن لا خصني نقول لك لا خصني نقول لك واش بزاف غير شويه صنط صنط ليا تفضلي لان الفقصه غادي تاكل غادي فقصيني في 97 كنت في طنجه وفي قسم الباك وشاب كيقول لي مدام بحال هكا كيفاش بغيتيني انا
نتملك فاقري باش نقرا و نتكونسونطرا في الدراسه ديالي. وهادي قدامي لابسه الجين وشعرها مطلوق ونشوف فيه بحال هكا. قلت لها وليدي شحال عندك من عام؟ قال لي السنين ديالو. قلت له شتي ولدي انا الصغير راه كبر منك وليدي. غادي نعطيك واحد النصيحه ديال جداتك وديال مويمتك. سير وليدي شوف طبيب نفساني، راه ما كتقدرش تملك في الشعور الانساني ديالك وفي الغريزه الانسانيه، غادي تمحن حياتك كلها داوي ما حدك باقي صغير. ملي كتشد الولد وما تفسرش ليه دابا الان ها اللي كيقدر يوقع ليك، وكيفاش يمكن لك تمكن، وكيفاش يمكن ترد بالك. راه حنا عارف المجتمع ديالنا عندنا هادشي حشومه وعار و شوف ملي كيسمعوا نهضروا حتى الاباء ما كيهضروش مع ولادهم في هادشي عيب. هذا علاش انا بغيت نجي لعندك، وبالخصوص انت انا كنعرف كيفاش داير. جيت لعندك على قبل انت كتبغي تقلب على مشمشه من الغرسه. انا بغيت المجتمع المغربي الباوات والماوات ويديروا ضغط على الحكومه تولي يا كننتخبوا هي ولا لا. والمره اخرى في الانتخابات اجا سيدي الوزير، اجا سيدي اللي بغيتي تقدم الانتخابات، طلبناك ذاك النهار قلنا لك التربيه الجنسيه لولادنا ما درتيها شيء، ما نعطيكش الصوت ديالي هذه المره هذه. ولكن واش هذه الاباء زعما اصلا هما واعيين بهذه القضيه؟ ونوعيهم الى ما واعيين. المجتمع المدني كاين سي محمد هما راه ديالنا، بغينا كرهنا راه ديالنا، برلمانيين ديالنا حنايا، الوزاره ديالنا حنايا. حنا شتا علاش انا كنهضر بحال هكا؟ حيت ما عندي حتى شي لون سياسي. كنهضر مع هذا اللون ومع هذا اللون ومع هذا اللون بقلب يعني مفتوح، وحيت عندي غيره على هذه البلاد وعندي غيره حتى على ولادهم. راه ما نقول لك شي البرلمانيين اش كيوقع لهم بالولاد. صافي هو مقبله وانت كتجبدين. والله العظيم هذا برنامج ضيف الاولى ماشي ديال السكوبات. ماشي ديال السكوبات. عطيتك شي سميه؟ لا لا عطيتك السميه. طيب ملي نقول لك الناس الكبار ولكن حتى الصغار، يعني هذا مشكل يعني كيعرفوا المغرب كامل مخترق جميع الفئات الاجتماعيه ديال البلاد. ياك لاله السنا. شوف كنت في المدرسه الفرنسيه ماشي بعيد. شكون اللي كيمشي يقرا في المدرسه الفرنسيه؟ اللي لاباس عليهم، اللي عندهم لاباس عليهم. قلت لهم شوف كيف كنقول دابا، شوف ابنياتي ردي بالك لا تشوفيه زوين هكاك وقول لك كنبغيك. الحدود والله ما كامله شهرين من بعد تليفون مدام شنا تقينا اش كاين، حامله من شهر ونص وخايفه من والديها، لا الاجهاض ممنوع، تمشي تقولها الماء لا خايفه من امها. ايوا شنو بغيتي نديري؟ والسنه الثانيه هو اش كيدير؟ كيهز الباسبور ديالو ويمشي زايدك من القرايه في جهه اخرى. طيب نرجعوا للجمعيات ديال التضامن النسوي. انتم باش يعني هكا الناس يكتشفوا مثلا، انتم عينه من عينات يعني الجمعيات الفاعله داخل المجتمع المدني، ما كاينش ماشي بوحدكم اللي كتشتغلوا على هذه الاشكاليه. حنا الاولين ولكن جاوا جمعيات اخرين. كافيين هذا الشيء اللي جا ولا مازال باقي؟ نعم. هاد الجمعيات اللي كاينين من غيركم يعني واش كافيين؟ لا ما كافيين، لا ما كافيينش. ملي كتسمع 153 ام كتولد غير اطار الزواج، لا ما كافيينش. حنا هذاك الكتاب اللي راه بين يديك هذاك الاول، شنو هذا ميزيريا؟ هذاك ميزيريا. هذاك هذا الشخص اللي قدامك في الوقت الخاصه ديالو تطوع، ماشي ديال لا تابع لا لهادي ولا لهادي، ومشيت كل حاله حاله حقيقيه، ومشيت وعاودت المغاربه كيفاش نجحت وكيفاش سقطت. هذاك الاخر هذا بصوت مرتفع او هذيك امهات، شهادات هذوك امهات اللي دازوا في الجمعيه وقفوا على رجليهم وليداتهم قراو وحتى هما شهدوا على المعاناه ديالهم. علاش صيفطنا هذوك؟ صيفطناهم رساله مفتوحه للمغاربه باش يعرفوا ها شنو كيوقع الا ما صلحناش، ها اللي كيقدر يوقع الا صلحنا. والحمد لله وليداتنا كاين اللي دوز الباك وكاين. اسمح لي استاذ، اسمح لي غير واحد السؤال في نفس الموضوع. حنا كنهضروا على هاد الشهادات، واش ما كيبانش لك انه حال الوقت مثلا انه ممكن يكون وثائقي مصور بوجه مكشوف مع هاد الامهات العازبات مع الابناء ديالهم، هما يعرفوا باحساسهم هما؟ لان حنا عندنا بحال واحد الانطباع وكنشكر. انا 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 غادي انا انا اللي قبيح، انا اللي قبيح في البرنامج، غير نقول شي حاجه اللي قالتها هي بالادب. لا دابا غادي نسولك انت. كاين اللي كيعطيو الانطباع يقول لك مادام الشنا ولات هي الناطقه الرسميه باسم هاد الامهات، بحال اللي واش حامياهم ولا غير هي؟ حنا بغينا نشوفوهم حتى هما يتكلموا، وياك حتى هما مواطنات مغربيات. علاش عايشه الشنا؟ واش عندك وصايه عليهم؟ ودابا غادي تصنف، خلينا نشوفوهم مثلا. اول برنامج كان دارته لونجا كان دارته دوزان.
كتذكري المنافسين ديالنا؟ قبلوا معليش قديم صافي داروا في فيلا السبتي ماشي كاع كاين كاع ما كانت مبنيه ديك الساعه. الامهات قبلوا باش جاوا بانوا هضروا. اول مجله اسميتها كلمه دارت 6 ديال الصفحات قبلوا الامهات ولكن كانوا الرجالات والمطلقات كنا مخلطينهم المره الاولى باش نقدروا ندوزوا قبلوا باش يتصوروا. اليوم ملي كيهضروا الناس كتهضر والمشكل دابا دوك اللي هضروا وليداتهم كبروا ولا في القرايه في المدرسه الناس كتهضر شفنا ماماك وانت كاع باك كاع ما معترفش بك اول الدراري ما يدابزوا راك عرفتي كيفاش ولاو دابا شويه كيقول لك اودي نخليو افتقار ولادنا وحنا حنا كنشهدوا لك يعني نغطي وجهنا نكتبوا راه ما كتبوا راه اكثر من هذيك واش بنادم يعطيك السر ديالو وشكون اللي تصنت ليه؟ ماشي حنا للاسف يعني ماشي كلشي كيقرا الكتب بالفرنسيه ايوا جيب لي الفلوس ونترجموا بالعربيه آه. لا نديروا واحد اخر بالعربيه طيب والله حتى نديروا بالعربيه طيب. انا نجيك واحد فينهم هذوك الناس ديالي سؤال على لا شنا فينا يا حافظه لا لا شنا على لا شنا بقاي معنا انت كتركزي من قبيله وحنا كنسمعوا الصوت ديالك والميساج ديالك اللي كاين الرساله اللي كتقولي خص الوقايه وحنا كان دائما كنقول الوقايه خير من العلاج والوقايه كتمر ايضا مع هذه التربيه الجنسيه اللي ما كايناش حاليا غادي نزيد كاين بعض الجمعيات يعني مشكورين كيقوموا بمجهودات محليه متواضعه بالامكانيات البسيطه ديالهم ولكن يعني الدوله الا بغينا نسميوها هكا في التعليم ما كاينش كانت مثلا كانت عندنا وزاره ديال الاسره والتضامن في الحكومه السابقه المهم اللي سمعت ما دارت والو في هذا الباب شوف شكون هي السيده الوزيره حقاوي هو ماشي الوزيره مسكينه مالها هي اللي كتسول على وزاره السيستم ما دارش انا كنقول للرجال المغاربه راه معنا الشبان هنا ومعنا اللي الناس متوسطين عندهم بنيتهم عندهم 15 عام شوف الراجل المغربي انا كنقولها صراحه الراجل المغربي فين ما الراجل كله يكون صاحب بنته علاش؟ لأن الراجل كيواكب بنته وكيهضر مع بنته وكتعاود ليه الأسر عمر ولد مرا ما يضحك عليها والولد اللي كتهضر مع همه كتصار مع همه عمر بنت مرا ما تضحك عليه كتبدا الوقاية من الدار من عند الوالدين هما الأولين كتبعها المدرسة ياك كيتبعها المسجد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ادعوهم لآبائهم واش أنا اللي قلتها؟ راه ربي اللي قالها علاش هاد الفقهاء ما كياخذوا شيء القران ويقراوا بواحد الطريقه انسانيه كيف بغى سيدي ربي ربي خلقنا وكيبغينا طيب انتم كتشوفوا هاد النساء مثلا اللي عندهم هاد المشكل للاسف دابا كنتكلموا غير عن النساء وكما قلت راك هضرتي ما في الكما على الاباء اللي ما كيتحملوش المسؤوليه ديالهم وكيهربوا حتى المجتمع بحال اللي سامح لهم متفهمهم ولكن البنت ما كيرحمهاش للاسف المجتمع ديالنا هادشي اللي عطى الله هادشي اللي عطى الله ولكن كما قلنا مازال دابا الهاك اوت قول لك انت كتعطي الاراء ديالك لاحظنا سمعنا بانه يعني ما كاينش سياسات عموميه ديال التوعيه في هذا الاطار اللي حد الان دابا واش كنطالبوا دابا هادشي اللي كنطالبوا تلاقيت مع السي بالمختار قلتها ليه قبل ملي كان سي سعاف في الوزاره قلتها ليه يعني كاع الوزاره اللي تلاقيت بهم قلت لهم يا ودي التربيه الجنسيه علاش ما كيديروها شنو كيجاوبوك ما كيجاوبوني لا بيا ولا بلا خايفين مثلا بما يسمى يعني برد فعل المجتمع المحافظ مثلا شوف المغربي راه ذكي اللي كيعرفك بغيتي ليه الخير ديالو كيتقبلوا منك مالهم ضربوني انا يجي يقول لي مالك انت كتجي تقولي لينا وتجي تصالحينا معاه غادي نعاود لك واحد القصه ماشي طويله لا ما طويلاش ما طويلاش القصه ديال واحد الوليد داز عندنا عامين هو عندنا وكانت داتو السي حميد هو هنا معنا وسميه داو باش يتلاقى بباه وعمامو جوج يوسف شنو دار عنده عامين عمرو شافهم فين مشى كيجري كيطرومبيه مشى كيجري عند باه اللي ولدو تلاح عليه هكذا وبدا كيرسم الملامح ديال باه في الذاكره ديالو جا عمو راجل ملتحي ولاباس عليه هادشي اللي قالوا ليا قال لهم ولكني قريتو هذا الولد قريتوه مزيان جات سميه قالت ليه قرينا غادي يشوفوا باه وعمامو وعلاش مشى عندك انت مشى عند باه اللي ولدو وما جاش عندك انت اللي كتشبه ليه اكثر مشى عند باه اللي ولدو هذيك غريزه اسميتها الغريزه الانسانيه يوسف اعترف به باه استلحق به باه
ما تزوجش مع عمو، ويوسف قدر يرجع لدارهم ملي وقع العقد ديال الاستلحاق، قدر ترجع به لدارهم، لقى خالو كيسبع، ياك خالو سميه، خالو كيسبع، وتكاو ديك الساعه حولي اخر ليوسف باش يتسبع عليه. شكرا. يعني اللي كتعطيني الامال في المغاربه راه فيهم كيف ما كان الحال، كيرحموا كيرحموا دمهم ولحمهم. يعني متفائله المستقبل ديال، واخا كان 153 زيادات. انا كنموت على المغاربه لان عارفاهم ملي كتبقى تهضر معاهم وتفسر لهم الحقيقه هي هذه كيفهموا. وحنايا في البلاد هذه البلاد الوحيده الدوله العربيه اللي ما ذكرتش الجوائز اخرى، البنك الدولي اللي عطاتني جائزه احسن عمل انساني دارته مرا ولا انسان ولا شخص في المينا، يعني المغرب العربي والشرق الاوسط، عرفتي شنو هي ولا لا؟ ياك يلا، وشنو مقارنه مع الدول الاخرى العربيه؟ التجربه المغربيه، التجربه المغربيه كيفاش كتشوفيها؟ عندهم جريمه شرف، يعني قتلوا تماك، حنا مازال ما وصلنا الحمد لله. قتلوا كيديروا ليه الحفله. يعني اللي قتل الاخت ديالو مثلا، بنته واخته ويجي مازال يدير ليه العرس، يقول لي راك غسلتي الشرف ديال 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 الاسره. حنا ما عندناش هذا الشيء، هذا حنا كنربيو وصريحين وكنهضروا وكنصلحوا مشاكل ديالنا، وعندنا الصراحه والحمد لله المملكه المغربيه بخير وعلى خير، عندها مشاكلها ماشي ما عندهاش، ولكن حطاهم في الوسط. طيب الجمعيه ديالكم بشحال كتستقبل ام هذه العازبه بها بالاطفال ديالهم؟ بال 85 حتى لدابا بشحال يمكن عاد؟ والمئات والمئات ديال الامهات اللي دازوا عندنا في العام بشحال كت شي 100 وقيله اللي كيدوزوا اموين، ياك اون سنتين دو مامون اللي كيدوزوا 50 كيوقفوا بين 50 و 100. لا هذوك اللي داخلين البرنامج، ولكن اللي كتوقف على رجليها كنقدروا نوصلوا. يلا شنو الفرق بين داخل البرنامج ووقف على رجليها؟ كاينه اللي كتجي من برا محتاجه غير اللي يمشي يصالحها مع دارهم، ندير لها الحاله المدنيه، نتلاقاو مع البوات. وحنا باش كنمشيو للبوات؟ حنا ما كنمشيوش للمحكمه، حنا كنمشيو بالادبيات وبالتي هي احسن، لان البوات اللي كيعترف بولدو احسن من هذاك اللي غادي تشدو من قرفاتو وتديه يدير تحليل الجينات بجسمك هذاك ولدك. ذاك النهار مشاو للغرب المره الاولى تنكروا لهم وقال لهم لا ما كنعرفوا كاع حنا هاد الشيء، هذا ما عرفنا والو. وشو هما عيطوا عليهم شنو قال البات؟ قال لها شوف بنيتي لا رضيتي بنا، ها هو البيت ديالك. بنيه ياك سميه، بنيه وليد، ها هو الوليد يطبى في وسط منا، انا جدو هذا ولدي وانت وحده من بناتنا، شكون اللي يقول لك بحال هكا؟ اعطيني شي دوله اللي دير بحال هكا. طيب هادو حالات، ولكن كاين حالات اخرى اكثر قسوه مثلا اللي كتعيشوها؟ كاين الحالات ملي تقرا هذيك ميزيريا، كاين الحالات القصوى بحيث البنت مغتصبها باها وكتقول لي هذاك الولد واش نقول لي خويا ولا ولدي؟ انا جبت حتى شي حاجه من عندي، راه باقي المشاكل ديال الاغتصاب كاينين، والمشكل ديال مشكل الاغتصاب هدى هذاك داكشي علاش هنا انا متفقه معاك هدى، ياك هدى متفقه معاك باش يكون الاجهاض ملي يكون الاغتصاب ديال المحارم، خوها باها خالها يتحيد داك يدار الاجهاض احسن ما يتولدش للدنيا، لان كيبقى دائما منعوت. واش يقول لي جدي ولا خويا ولا عمي ولا هذاك يتحيد، بنيه صغيره يتحيد ياك. والتربيه الجنسيه نبقاو نربيو اليوم وغدا وبعدو، وكنتمنى على ربي باش ما يكونش هذا اخر برنامج. انا كنقولش معايا انا، يقدر يكونوا جمعيات اخرين يجيو حتى هما يبينوا العمل اللي كيقوموا به الا بغينا نغسلوا بلادنا من المشاكل. واخا للعائشه سنة في هذا الموضوع ديال الاجهاض او جميع المواضيع والقضايا اللي متعلقه بالمراه ووضعيتها داخل المجتمع، دائما كتحضر معاها الجانب اللي متعلق بالشريعه. هذا الجانب اللي ما كيحضرش في النقاشات ديال مدونه السير، مدونه الشغل، المشاريع اللي كتعامل معها الدوله كانها قانون وضعي ما عدا الامور اللي متعلقه بالمراه والاسره. كيفاش كتبان لك هذه المساله هذه؟ اش بغيتي تقولي الشريعه؟ واش عادي انه دائما جميع المشاريع وجميع القوانين وجميع المدونات الشريعه ديال بصح كتخدم بصح؟ الشريعه ديال بصح المراه والراجل مسؤولين بجوج مفارقين مسؤوليه، ووالديهم اذا كانوا باقيين صغار والديهم مسؤولين عليهم،
الا بغيتي الحقيقه. ولكن الدوله عندنا علاش ما ملي كتجي في هذه المواضيع ديال الاسره والمراه عاد كتفكر الشريعه وكتولي حزازات ولنقاش على قبل سخون بزاف على قبل الله يهدي السياسه السياسويه اللي كتضرق ورا الاستعمال الاسلام كيف بغات هي باش بقى تشد المناصب السياسه السياساويه. انا ما حزاهمش الله يعاونهم غير ما يضروش لينا ولادنا وبناتنا. طيب صافي باش نصفوا شويه السياسيين اللي بعض المرات كنتقدهم. انتم ماشي كاينين ناس مزيانين. هذا الشيء اللي بغيت نطرح لك السؤال مثلا انت ماشي الحكومه اللي المنتهيه في ولايتها، الحكومات السابقه اللي انت اشتغلتي معاهم والجمعيه ديالكم ايضا، شكون هما مثلا؟ واش الحكومه ولا الشخصيات اللي فهموكم ولكن ماشي اكثر من تفهم انهم تعاملوا معكم ايجابيا؟ غادي نقدر الا ذكرت لك سميت غادي شي غادي تفقع عليا شي غادي سميتو. العالم كله عرف سعيد السعدي دار ذاك البرنامج ديال لانتيغراسيون لا فام دون ديفلوبمون، ادماج المراه في التنميه. هو وصل المشكل ديال المدونه وما ينوضوا لي ياك. خدمنا من بعد جات سميتها بادو، خدمنا معاها ياسمينة بادو وزير الصحة. ياسمينة بادو خدمنا لنا، كانت دارت التصاميم في الحقيقة وكنا خدينا من عندها تمويل. هي اللي مرة أخرى خدينا واحد التمويل صغير من أيام نزهة الصقلي. الشقروني هذا اللي خدمنا معاه بزاف والله يرحمه ويوسع عليه هذا النهار هذا، زليخة الناصري المستشارة ديال جلالة الملك اللي طلعت الوزارة هي إلى حقا، وكانت مستشارة ديال سيدنا في المشاكل الاجتماعية، راه تصنطات وسمعات وكنا كنمشيو لعندها وكندوزو نص نهارات والنهارات وهي هي كتصنط لينا زعما الفضل ديالها ما نساوش على الحالات الاجتماعية. وبغيت نقول لك على قضية ديال الأم العزيبة. المغرب أول كان أول دولة خرجت بها المؤتمر ديال كوبنهاغن، مؤتمر ديال بكين وهضرت عليه، ماشي غير عطاوني منصه وهضرت عليه. مؤتمر ديال باريس في 91 يعني باش يعني باش يتكلموا على التجربه المغربيه. اييه هضرت عليه. ونقدر نقول لك هذيك ديال الصين بالخصوص شنو درت؟ لا غير رجاله حيت ما بقيناش الوقت بزاف. ديال الصين كان مؤتمر ديال المراه. شريت من مالي الخاص 12 كيلو ديال الحلوه من عند الامهات وديتها للمؤتمر ديال الصين وعطوني قاعه قد هكا، ومشيت باللبسه بلديه واخا ما كنلبسش البلديه بزاف، لبسه بلديه وقدم مشروع جمعيه التضامن النسوي وكلاو الناس الحلوه ديال التضامن النسوي، وقلت لهم حنا ما كنسعاوش وما كندوش يدينا كنعولوا على كتفنا. هما اللي كتشتغلوا مع النساء كتبغيهم يوقفوا على رجليهم ياخذوا يعني المستقبل ديالهم. حركتي ما كنعطيش يعني الصدقه يعني فهمي لنا هذا الفرق بين الصدقه وبين انه تحمل المسؤوليه ديالها. لا ملي كتجي للجمعيه كتعرف راسها بان عندها عقده فيها 3 سنين. دابا ولينا كنخدموا بعقده، ما كناش بدينا هكا ولكن دابا 3 سنين، عام كيتجدد مده ديال 3 سنين، وفي ديك 3 سنين كتعلم في الميدان الطبخ الحلويات ولكن مهنيه، ماشي زعما راه حنا عندنا احسن طبخ في الدار البيضاء، معروفين احسن سكسو الا بغيتي تقول. الخياطه عندنا حمام، درنا حمام مركز حمام فيه التجميل فيه الرياضه فيه المساج. هذه الميزانيات كتجيكم الميزانيه؟ الله يجعل البركه في كتافنا. حق المنظمات الدوليه احنا النهار اللي بدينا ب 40,000 ريال وفي واحد لاكاف، ولكن المنظمه الدوليه ملي كتستقبلها وتجيها للصرحه وتقول لها مدي لي هذه المساعده، مدوا لينا هذه المساعده. ومؤسسات الحكوميه الوطنيه كتساعدكم؟ عاونا سيدنا سيدي محمد السادس الله ينصرو، صيفط لنا 500 مليون وما طلبنا ليه والو 1999، وفي عام 2000 زاد 2001 وقيلا 20 مليون سنتيم، عاود طلبت ليه 50 مليون زادها، عاوتاني طلبت ليه 34 صيفط ليه 100 مليون، وعيط عليا في داري سيدي محمد السادس يا ربي وتنصرو، هذا كيبين لك بان هذا الملك هذا كيرد البال للشعب ديالو كيعرف شكون اللي كيخدم. وجا ملي عيطت ليه حيت كنت طلبت ليه الفلوس باش نكمل المشروع، ملي قالت لي السفيره ديال بلجيكا راه الملكه ديال بلجيكا جايه شكيت غادي يكونوا الاميرات، عرفتي الصهد الموت الحمراء وانا كنخوي الماء في الدار. الو ما دار مدام شنا؟ اي دار مدام شنا، ما تخرجيش
حنا عندنا كلمه السياسه طابو في الدار. قالت لي امي مراه كبيره مسكينه ياك ما درتي السياسه. لا انا ما كندير السياسه. التليفون الثاني شكون؟ سيدي محمد السادس كيهضر مع هاد المخلوقه اللي قدامكم بنت الشعب. وشنو قلت لي انا في ديك الهضره اللي قلت ليه كلها؟ قلت ليه الله يرحم الكرش اللي ولداتك سيدي، قلتها لي بالبلديه باللغه ديال المغاربه ديال زمان. سؤال اخير ديال السيده هدى السحلي. سؤال اخير بعوج شحال؟ سي محمد 100 مليون سنتيم وبصحتنا وبراحتنا وبصحه لي ماما. شحال خصكم في العام باش تخدموا كجمعيه؟ 100 مليون اللي خصكم في العام. ما تعطينا شي حاجه. ودابا هذا هو الرساله. لا لا انا لا لا شنا والله ما عندي. لا 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 تريزوريير معنا تبارك الله. شوف لا لا شنا انا والله ما عندي 500 مليون نكون كان عندي نعطيكم اللي كتب الله. ولكن كاين هذه الرساله للناس اللي كيتفرجوا فينا اللي بغاو يساعدوا مثلا الجمعيه ديال السيده شنا سوليداريتي فيميني او الجمعيات اخرى اللي كتشتغل. خصنا هذه الثقافه ديال اننا نساهموا. كاين الناس اللي كيعطيو ولكن خص مازال. غادي نقول لك واحد الحاجه. سؤال اخير ديال الناس. حنا كنهضروا على الجمعيه التضامن النسوي كاين سؤال حول لا غوليف. شكون بعد عمر مديد طبعا واش كاينه لا غوليف عندك داخل الجمعيه؟ كاينه لا غوليف. شوفي الجمعيه عندها كوميتي ديالها، عندها 35 موظف ديالها. كنمشي للجامعات كلهم. علاش كنمشي للجامعات؟ كنمشي باش كنوجدهم باش كندوز لهم الشعله. هو راه عاود لي السبب علاش بغيت ندوز لهم الشعله، لان انا وعدت نفسي وعاهدت نفسي باش ندوز الشعله لولاد المغاربه باش يكملوا الطريق، اما معنا في جمعيه التضامن النسوي او لا في جمعيه اخرى يديروها هما كيف بغاوها هما، المهم ما نخليوش المجتمع ضايع. احنا مقبلين على تشكيل حكومه جديده من بعد الانتخابات الاخيره، اشنو كيبان لك اهم القضايا اللي خاص تنكب عليها فيما يخص قضايا المراه؟ هذا السؤال الاخير. حقوق المراه، حقوق الطفل يكونوا مضمونين هادو بعدا. ياك هذه اللي كنسميوها الام العزباء، الى قدر الله وقدر نعاونها يبقى معها ولدها. اللهم يبقى شتي غادي نقول لك الى بقى معها ولدها غادي حنا كنعاونوها بشحال كنعاونوها ثلاث سنين بشحال كتقام علينا كاع ان شاء الله ان شاء الله القيمه الكامله 6000 درهم في الشهر لان كنخلصوا الموظفين والماء والضوء ولا الصوره. اجي نقول لك عرفتي بشحال كيتقام في الخيريه؟ كيتقام ما بين 3000 ولا 4000 ولا حتى 5000 درهم في الشهر. انا احسن نخليه مع مو ونربي مو وتكبروا مو وعندي كل شيء في ظل، ومو غادي توريه با واحد النهار وغادي نفرحوا به ويتلقى بباه ويعترف به بباه وغادي تقام رخيص على الدوله. ولكن السؤال ديال هدى كتقول لك شنو كتسني بهذه الحكومه؟ الحكومه وشنو كتطالبيها؟ رساله للحكومه. صمت المجتمع المدني بعدا. يتصنتوا لينا لان حنا عايشين في الارض كنعرفوا المشاكل فين كاينه. يصلحوا لينا التعليم ياك. حقوق الانسان بصفه عامه خصها تكون محفوظه محفوظه للجميع ياك. على كل حال كل الفلوس الفلوس نعم شويه المساعدات الماديه. المساعدات الشيء هما كيعطيوش هما حتى انتهاش عندهم ما يعطيو. كانت وزارة الأسرة والتضامن ما عاوناتكمش؟ لا كتعطي ولكن حنا عمرنا ما شدينا منها. علاش؟ لأسباب علاش؟ لا غادي نقول لك. لا غنكون صريحة، حنا البرنامج ديالنا عندنا واحد البرنامج خاص بينا. الأم كتعطيها منحة كتكونها كتقابل ولدها تداويها اكسيتيرا. شحال غادي تعطي كاع وزارة التضامن؟ غادي تجيكم اللي كيجيو كاع إن شاء الله الممولين. أنا دابا بداو كيطلعوا لي في الراس. كيجيك واحد الإطار محدود، دير هاد الحاجه هادي ونمول لك. وانا ما يقول ليش دير هاد الحاجه. انا في المصلحه ديال ديك المراه وداك الطفل خصني نوقفها. تعليق اخير. وانا كنهيئ هاد الحلقه شفت واحد البورتري كانت عملته لك جريده الاحداث المغربيه سماوك عائشه الشنا المناضله، وقال لك بينما عائشه الشنا ما تبغيش تسمي نفسها كناشطه نسائيه ولكن كتبغي تسمي نفسك مناضله انسانيه. شنو التعليق ديالك؟ كنفضل نكون مناضله انسانيه باش كنقدر نتجاوب مع جميع الالوان السياسويه. انت كتقول لي الحكومه طالعه، انا هذه الحكومه اللي طالعه بغيت نمشي عند كل وزير وزير ويتصنت ليا، يتصنت ليا لغتي انا اللي هي لغه دارجه شعبيه من الواقع المجتمع، ويديرها هو سياسه سياسويه يخرج لنا بها برامج. انا هذا الشيء اللي غادي نقدر نطلب منه. شكرا. كون كان فيها ما يكون وزيره مشي نيت ندخل انا للبرلمان ونضرب حتى انا وشد
ولكن ماشي الطبيعه ديالك. باقي فيك تبارك الله والحمد لله وراك مازال عاد شابه لاله عايشه في السنه. لا غير كنت معك. لا علاش؟ لا غير كنبسط معك ان شاء الله. ان شاء الله. مره جمعويه وكنفضل نبقى جمعويه وانسانيه احسن ونادي ونفيق بنادم من القلبه. كيف ما فيقت هذيك الفقيه اللي قلت لها اربع ساعه وانت كتحلي وتحرمي وتقولي للمراه استغفر الله وهذاك الدري شنو دار مسكين تحت ملك الله. انا ضلعت سي محمد الصديق هو اللي ناض سكتها عاد تقاداو ليها. سيده عائشه شنا كنشكرك على هذه الكلمه الاخيره ديالك. كانت هذه حلقه استثنائيه مع الفاعله الجمعويه والمناضله الانسانيه كما كانت تفضل انها تسمي راسها السيده عائشه الشنا الرئيسة المؤسسة لجمعية التضامن النسوي. كنشكر أيضا الصحفية اللي رافقتني في تنشيط هذه الحلقة سيدة هدى السحلي عن جريدة ومجموعة آخر ساعة. شكرا سيدة عائشة شنا. شكرا للحضور الكريم. شكرا واحد الحاجة قبل ما تختم. يلا تفضل. لا أنا بغيت نوجه تنويه ديالي أنا خاص بي وخاص باسم الناس اللي معايا هنا في الجمعية للحضور والأمهات اللي كافحوا وجاهدوا وصبروا وكبروا ولادهم وقروهم ووصلوهم فين خصهم يوصلوا. راه كون ما كانوش هذوك الامهات تشجعوا وكانوا قادين برسهم جمعيه التضامن النسوي ما تسوى والو. وايضا نحيوا بهذه المناسبه جميع الجمعيات اللي كتشتغل على هذه المساله ولا جميع جمعيات المجتمع المدني اللي كتكلف بالمشاكل الاجتماعيه واللي حتى هي الان اصبحت فاعله مهمه داخل الوطن. كنشجعوا جميع الطاقات والمتطوعين وهذه مناسبه ان الناس اللي بغاو يتطوعوا بغاو يشتغلوا في هذا الميدان يستفدوا من التجربه ديال السيده الشنا ومن تجارب اخرى. وانا نقول لكم يعني نضرب لكم موعد من بعد اسبوعين، الاسبوع المقبل عندكم موعد مع السيد عبد الرحمن العدوي وبرنامج قضايا وارى وانا من بعده ان شاء الله الى ذلك الحين اقول لكم الى اللقاء.